آخر خير. قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا أحمد. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023. في الحقيقة الحديث مازال مستمر عن ضحايا الحادث الأليم، حادث الكوارث الطبيعية أو الناجم عن الكوارث الطبيعية، سواء كان في المغرب أو في ليبيا، لأن الكل بيتابع تداعيات زلزال المغرب اللي ارتفعت فيه حصيلة الضحايا لما يقرب من 3000 متوفي، وكمان الآثار التدميرية للعاصفة دانيال في ليبيا واللي نتج عنها خسائر كبيرة جدا وخسائر مؤلمة ومفجعة، وكمان يعني فقدان العديد من الأرواح والممتلكات، وتسبب أيضا هذا الإعصار في تدمير لبعض المدن وإعلان دارنا مدينة منكوبة. تعزينا الحرة وقلوبنا ودعواتنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب لتجاوز تداعيات هذه الكوارث الإنسانية. كل تأكيد يا أحمد، قلوبنا معهم وتمنياتنا أيضا للمصابين بالشفاء العاجل. كل تأكيد، مصر أعلنت أمس الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب. يعني الحقيقة أن مصر دائما ما بتكون في الصفوف الأولى لمساعدة أشقائها في الكوارث والأزمات، وهو ده دور الدول العربية أنها تقف جنبها أو جنب بعضها البعض، والدولة المصرية بتضع انتمائها العربي وسلامة الأشقاء في مقدمة اهتماماتها بكل تأكيد وفي قمة أولوياتها. ده هي جمانة، ويمكن كمان توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شفناها بالأمس بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم الإغاثة وأيضا معدات الإنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين. وفي حياة الأمر ده بيعكس حاجة واحدة جدا، حاجة مهمة وحاجة واحدة، بيعكس التزام مصر بدورها التاريخي، دورها المحوري في تقديم المساعدات الفورية وكمان المساعدات المتنوعة للأشقاء العرب في حالات الطوارئ، وشعورها الدائم بالمسؤولية تجاه كل الشعوب العربية. يمكن مش دي أول مرة نشوف مصر دايما بتكون موجودة في صفوف الدول اللي بتقدم المساعدات وبتقدم يد العون للدول العربية في حالة وجود هذه الطوارئ تحديدا. بكل تأكيد، يعني قلوبنا مع أشقائنا في ليبيا وفي المغرب، ودعوتنا الخالصة أنه ربنا يخفف عن أهالينا في المغرب وليبيا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وإن شاء الله تمر هذه المحنة في أسرع وقت. بنصبح على حضراتكم مرة تانية صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ودايما يعني ربنا يسلم كل الشعوب والبلاد العربية والإسلامية، ويسلم في حياة الأمر العالم كله من يعني هذه الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية. خلونا وإحنا بنتكلم على تداعيات الإعصار دانيال نعرف آخر أخبار الطقس من زميلتنا لمياء حمدين، ونتعرف منها عن أخبار المرور. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير مشاهدينا. خلونا نستعرض في البداية بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر.
نبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من نفق الأزهر اللي فيه انتظام للحركة المرورية وده وسط سيولة في الاتجاهين. بتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم متجه للقاهرة عبر الطريق الزراعي، ونفس الموضوع للمتجه من المنيب للأوتوستراد والتجمع. كمان في بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من المعادي ومتجه لمناطق الجيزة، ونفس الموضوع برضو للي جاي من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. هنستكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة ونبدأ من ميدان مصطفى محمود اللي فيه سيولة مرورية وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان. ولو رحنا قريب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير هنلاقي هناك كثافات مرورية إنما هتكون نسبية. كمان في كثافات تانية ظهرت أعلى كوبري الجامعة، ولو رحنا كمان لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية وطبعا بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. اللي قادم من أكتوبر ومتجه لمنطقة المهندسين ووسط البلد ياخد باله أن الطريق الدائري مغلق والحركة إجباري من نفق حازم حسن ومنه للمحور. كمان في غلق في بعض الأجزاء عند مسجد الشرطة بيتسبب في بعض الكثافات المرورية. خلونا نروح للإسماعيلية هنلاقي هناك طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة خصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة القطر هناك عند سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كمان كثافات نسبية. وفي كثافات نسبية عند طريق مستشفى جامعة سوهاج وكمان كثافات مرورية إنما بسيطة وبتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. كده خلصت جولتنا المرورية وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق. كمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفي فرص لأمطار خفيفة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، وعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 38 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. مرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا في صباح الخير يا مصر دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أبرزها لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع عدد من قادة القوات المسلحة وتوجيه سيادته بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في ليبيا والمغرب. كمان يا جمانة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح الى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وده للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المتخصصة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة التقى بعدد من قادة القوات المسلحة وتقدم سيادته بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا، ووجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جواً وبحراً للأشقاء في ليبيا والمغرب. كما تم إعلان الحداد 3 أيام في مصر تضامناً مع الأشقاء في المغرب وليبيا في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وأكد الرئيس تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال. من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة. وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات
القوات المسلحة لتقديم الدعم الفوري من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، وده في إطار علاقات الأخوة التاريخية اللي بتربط البلدين والشعبين الشقيقين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقاً لاحتياجاتها، وده لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار مع فتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسماعيلية، وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها على أرض المحافظة في مختلف القطاعات في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة استعدادات إطلاق الخطة التنموية الشاملة في شمال سيناء، وأشار مدبولي إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق خطة تنموية شاملة لشمال سيناء في رسالة واضحة بأن الدولة تستهدف التنمية في سيناء، وأن يكون أهالي شمال سيناء هم المستفيدون من هذه المشروعات، وهم من سيقومون بتنفيذ نسبة كبيرة من هذه المشروعات، مؤكداً أن الدولة حتعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات التنموية المختلفة. امبارح افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر تحت رعاية رئيس الجمهورية. ومنتدى الاستثمار البيئي والمناخي بيضم حزم من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات، منها إدارة المخلفات وإدارة المناطق المحمية والخروج بالعديد من الاستراتيجيات للتعامل مع المخلفات بأنواعها، ده بالإضافة إلى طرح مجموعة من المشروعات القابلة للتنفيذ للقطاع الخاص. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثاني الميداني، واللي استمر لعدة أيام في إطار خطة التدريبات السنوية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. وأدار الفريق أول محمد زكي حوار مع رجال الجيش الثاني الميداني، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور بأذهانهم حول مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسوا من وعي وفهم صحيح لمتطلبات المرحلة، فضلاً عن الروح المعنوية العالية لدى أبطال الجيش الثاني الميداني. خلونا نروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات، ونبدأ من محافظة بني سويف اللي تم فيها استقبال قافلة مواد غذائية ومساعدات ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف، ودي القافلة اللي بتنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شمال سيناء. أيضا كان في أخبار ومجموعة من الأخبار يمكن أهمها البدء في أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية. صحيح أحمد، كمان امبارح في أسيوط تم افتتاح ملتقى توظيف يوفر 550 فرصة عمل للشباب. أما في الشرقية فتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون جنيه. تفاصيل وأخبار أكتر من محافظات أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بني سويف استقبلت المحافظة قافلة مواد غذائية ومساعدات ضمن فعاليات مبادرة قطار خير التحالف اللي بتنفذها مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية. اشتملت القافلة على 19 شاحنة محملة بكميات من اللحوم وكراتين مواد غذائية ووجبات جاهزة وشنط مدرسية. في جامعة سوهاج تم الإعلان عن البدء في تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجامعي 2023-2024 اعتباراً من يوم الحد 17 سبتمبر الحالي وحتى يوم 28 من نفس الشهر، وده للتيسير عليهم ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور. في شمال سيناء أعلنت المحافظة عن بدء أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات الخضراء الذكية المقدمة من المشاركين، وتقدم 99 مشروع في مختلف الفئات الستة للمبادرة في شمال سيناء، من بينها 41 مشروع مكتمل وست مشروعات من فئة المشروعات الكبيرة.
في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية عن تقديم الخدمات الصحية ل 65,797 مواطن في حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها بمدن البحر الأحمر في يونيو الماضي. فأسيوط شهدت مديرية العمل بالمحافظة افتتاح ملتقى توظيف بيوفر 550 فرصة عمل في 12 شركة برواتب مجزية للشباب من الجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل في تخصصات عديدة. في مرسى علم استقبل مطار مرسى علم الدولي 28 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأجانب من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق. في الشرقية أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 8 مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة 55 مليون و600 ألف جنيه بقطاعات الأبنية التعليمية والكهرباء والشباب والرياضة، والمشروعات دي جاهزة للافتتاح خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، مستمرة معكم لغاية الساعة 10 صباحا، استنونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح في بعض المناطق، وكمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفي فرص لأمطار خفيفة كمان على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا طارق. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حاله الطقس النهارده ومدى تاثير العاصفه دانيال علينا لليوم الثاني او الثالث على التوالي. يمكن الحمد لله اليوم المنخفض الجو هيبدا يتلاشى تماما ويتجه باتجاه المناطق الشرقيه في جمهوريه مصر العربيه، فهنبدا نشعر في بعض المناطق بتحسن واستقرار في الاحوال الجويه، لكن لسه معانا فرص لسقوط الامطار في بعض الاماكن، لكن كلها فرص امطار ما بين الخفيفه الخفيفه المتوسطه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الامطار هتكون امطار ما بين الخفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، ممكن الامطار تمتد خفيفه لبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، خليج السويس، مدن القناه، بعض المناطق من وسط سيناء، قد تصل فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة مناطق من القاهرة الكبرى، لكن مجمل الأمطار في كافة المحافظات غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، بالإضافة كمان يمكن في نشاط للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة، هيؤدي لمزيد من الإحساس بتحسن في الأحوال الجوية ويخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل، لأن الأتربة والرمال المثارة اللي كانت معانا أمس زالت تماما من كافة أنحاء الجمهورية، والرياح معظمها رياح شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فده هيؤدي لاستمرار انخفاض درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه. يعني نقدر نطمن النهارده مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه مفيش اتربه ورمال مثاره؟ الحمد لله مفيش اي اتربه ورمال مثاره في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، حتى كمان درجات الحراره بدات تعود للمعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 32-33 درجة مئوية، وده يعتبر حول المعدلات الطبيعية، فبالتالي الطقس النهاردة كمان هيكون طقس حر على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، شديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، هنحس بيه اكتر في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، لكن ناكد كمان ان هيكون في تحسن كبير في درجات الحراره فتره الليل، اجواء نقدر نقول عليها يعني صيفيه معتدله تماما في معظم انحاء الجمهوريه، فنقدر نطمن بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، لان كمان زي ما قلنا في الاول فرص الامطار اللي موجوده معانا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ويمكن تبقى في المنطقه الشرقيه اكتر، يعني في السواحل الشماليه الشرقيه زي رفح والعريش، المناطق الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه ووسط سيناء، ومع غدا الخميس ان شاء الله
تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار من على كافه مناطق الجمهوريه، يكون يعني في تحسن كامل في الاحوال الجويه واستقرار في الاحوال الجويه، ودرجات الحراره كمان هتستمر معانا حول المعدلات يمكن لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 33 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 33-24، اسكندريه 30-24، العلمين الجديده 30-24، مطروح 28-30، دمياط 32-25، بورسعيد 31-25، الاسماعيليه 34-26، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 25، العريش 32-25، كاترين 31-14، وطابة 36-25، حلايب 34-28، وشلاتين 36-29، شرم الشيخ 37-30، الغردقة 37-29، الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 24، بني سويف 34-24، الوادي الجديد 38-27، أسيوط 35-24، سوهاج 36-25، قنا 37-26، الأقصر 37-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 38 والصغرى 29. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نرجع لأحمد وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، وشكرا موصول للدكتورة منار غانم. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية الاجتماع 11 للجنة الفنية للملكية الفكرية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبيتضمن جدول أعمال الاجتماع اللي هيستمر على مدار يومين متابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية، اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. النهاردة هينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما أمسية سينمائية في 7 مساء، يعرض خلالها الفيلم التسجيلي عبده داغر للمخرج والمصور الفنان وحيد مخيمر. ونوه المركز القومي للسينما بأنه من المقرر أن يتم تنظيم لقاء مفتوح مع الجمهور عقب عرض الفيلم للحديث عن حياة الموسيقار عبده داغر اللي بدأت من الحارة المصرية، وكيف حفظ القرآن الكريم ثم رحلته مع تعلم الموسيقى حتى أصبح من أهم العازفين في العالم. النهاردة هتقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على رحيل فنان الشعب السيد درويش في مقر دار الكتب بكورنيش النيل الساعة 12 الظهر. تبدأ الاحتفالية بالسلام الوطني من ألحان سيد درويش، ويحييها الموسيقار الكبير هاني شنودة اللي بيتحدث عن مسيرة سيد درويش ومواقفه الوطنية وأغانيه اللي أثرت في وجدان المصريين. زي ما احنا عارفين ان من الساعات الاولى في صباح يوم الاثنين الماضي العاصفة دانيال كانت بتتشكل على الحدود المصرية الغربية تحديدا، عشان كده المحافظات الساحلية بتشهد حالة من الطوارئ لمواجهة اي تداعيات لهذه العاصفة، وكمان التعامل معها بشكل فوري في حالة هطول امطار. صحيح احمد، فبالتالي كان في الاسكندرية تم رفع حالة الاستعداد الكامل وتكثيف اعمال التطهير بكافة مكونات شبكة الصرف. أيضا في مطروح تم اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ. حالة من الطوارئ شهدتها المحافظات الساحلية استعدادا لسقوط الأمطار ضمن تداعيات العاصفة دانيال. في الإسكندرية تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي استجابة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة الإسكندرية تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40 أو 50 كيلومتر في الساعة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتشهد المحافظة أمطاراً خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً. ولذلك تم إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات شبكة الصرف بداية من الشنايش والمطابق حتى بيارات محطات الرفع والمعالجة، مع انتشار السيارات والبدالات بكافة المناطق الساخنة بمحافظة الإسكندرية. كما تم التنبيه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على سلامة العاملين والمواطنين، والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.
وفي مطروح تم رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال فرق الطوارئ لرفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والطريق الدولي من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسؤولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية التي تتعامل مع رفع تجمعات مياه الأمطار مثل الحماية المدنية والمرور والموارد المائية والري لضمان سرعة رفع المياه التي تعيق حركة المرور. وتقرر منع خروج رحلات اليخت والتنبيه على رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي حرصاً على سلامة المواطنين من أهالي مطروح والمصطافين وتجنب أي خسائر في الممتلكات أيضاً. والمزيد من المتابعة كمان عشان نطمن على الإجراءات اللي بتتم في الإسكندرية لمواجهة أي تداعيات للعاصفة دانيال، بنرحب على التليفون باللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا أستاذ جمانة، صباح الخير يا أستاذ أحمد، صباح الخير يا سيادة اللواء وبالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البداية لو حضرتك تكلمنا وطمنا عن الاستعدادات القصوى اللي تم العمل بيها فور الإعلان عن العاصفة دانيال ودخولها لمصر. احنا طبعا متابعين مع السادة فايت الأرصاد الجوية على طول ساعة بساعة والتوقيتات، وقبلها ب 48 ساعة لو في أي حدث يبلغونا بيه وبنبقى جاهزين ليه. احنا بنستعد دايما للشتاء في الإسكندرية من نهاية الشتاء السابق، يعني احنا من شهر 3 اللي فات واحنا بنستعد للشتاء بتاع السنة دي. ده عمل تطهير ورفع كفاءة ومتابعة كل ما يتعلق بشبكة الأمطار وشبكة الصرف الصحي. احنا عندنا في اسكندرية خلال العام الحالي ربنا كرمنا برضو بالمرحلة الثانية من مشروع استراتيجية الأمطار، شغال دلوقتي على قدم من وساق عشان بإذن الله يعني خلال الفترة يعني إن شاء الله مش كبيرة قوي يتم فصل مياه الأمطار كلها على مياه الصرف الصحي، وتعود اسكندرية مع الأمطار تبقى يعني الشوارع تتغسل ويبقاش في أي تأثير على الحركة العمرية إن شاء الله. إن شاء الله يعني ربنا يسلم الجميع. سيادة اللواء عاوزين نعرف من حضرتك، طيب التنسيق اللي بيتم ما بين حضراتكم في شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وغرفة إدارة الأزمة المعنية بإدارة الأزمة في حالة وجود كوارث طبيعية. أستاذ أحمد، إحنا طبعا على مستوى المحافظة بالكامل في تنسيق كامل بكل الأجهزة التنفيذية في المحافظة بقيادة مع الوزير المحافظ. نعم. يعني كلنا بنبقى يعني اتصال ببعض خلال اللاسلكي خلال الواتساب. عملنا اكثر من اجتماع عشان الاستعداد للشتاء والنوات، طلعنا بمخرجات وننزل على الارض مع بعض عشان نشوف لو كل جهه مسؤول عن ايه تعمله. مجرد ما جالنا الانذار، يعني الكلام ده من حوالي 4 5 ايام، احنا رافعين الحاله من اول امبارح، من يعني من يوم الاثنين صباحا رافعين الحاله، ورفع الحاله المقصود به انتشار كل سيارات الشركه وكل معداتها في الاماكن المتوقع تجمع فيها 100 امطار. نعم. ايضا تنسيق مع كل الجهات التنفيذيه بقى عشان يعني الكلام تحت رئاسه المحافظه طبعا، ان احنا كل واحد ياخد الحته اللي هو مسؤول عنها عشان يعني ان شاء الله ما حدش يضار من مواطني الاسكندريه ان شاء الله في هذه النوع. طيب سياده اللواء، حاله الطوارئ حضرتك قلت انها ابتدت من يوم الاثنين، هي مستمره وممتده لمده كام يوم ولا تقريبا ما فيش حد اقصى ليها يعني لم يتم تحديده بعد؟ طبعا احنا بقول لحضرتك زي احنا مع الارصاد، انا كنت سامع الاستاذ نور بيتكلم حضرتك من شويه وبتتابع معانا بتقول لنا ان يعني ان شاء الله بكره في توقع في تحسن الاحوال وانتهاء فرص الامطار. احنا مستمرين النهارده ان شاء الله في رفع الحاله لعند نهايه اليوم، ولو طمنا ان بكره ان شاء الله ما فيش اي فرص للامطار هتعود الحاله للحاله الطبيعيه ثاني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يعني ترجع الامور لطبيعتها وما فيش حد يعني يضار او يصاب بسوء. لكن عاوزين نعرف من حضرتك بقى، حضرتك بتقول ان كل سيارات يعني الشركه موجوده في شوارع الاسكندريه المتوقع فيها هطول امطار، هل في اماكن بالفعل شهدت هطول امطار وازاي تم التعامل معها؟ هو طبعا احنا بنقول حوالي اكثر من 122 سيارة وأكثر من 30 بدالة موجودين في المناطق اللي متوقع فيها حدوث أمطار خلال النوة يعني. نعم. والحمد لله يعني ما فيش أي مكان في اسكندرية شهد أمطار، اللي يمكن في منطقة أبيس بعض الأمطار غير مؤثرة. وإحنا نقول طبعا الحمد لله ربنا يحفظ اسكندرية ويحفظ مصر كلها ويحفظ العالم كله من أي تأثير من هذا التغير المناخي الحاد اللي بيحصل من دول. إن شاء الله.
طبعا بنشكر حضرتك. يعني ومن الاسكندريه نروح لمحافظه اخرى ساحليه، نروح لمحافظه مطروح للتعرف على الاجراءات اللي تمت في مطروح للتعامل الفوري مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ المخصوصه او المهيئه التي تمت للتعامل مع العاصفه دانيال. معنا على التليفون دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. عاوزين نعرف من حضرتك الاجراءات اللي بتتم في مطروح للتعامل مع تداعيات العاصفه دانيال. والله يا فندم الاجراءات دي بدات من صباح يوم الاحد، احنا تلقينا التحذيرات من هيئه الارصاد الجويه وغرفه عمليات المحافظه مساء يوم السبت 9/9، واحنا كنا طبعا قبلها بيوم متابعين الاحداث اللي كانت بتجرى في ليبيا. ده اخبار عالميه ما حدش بيتاخر عنها او ما حدش بيهملها يعني. فعلى طول فورا اول ما وصلتنا التحذيرات واكدوا ان الموضوع ده هيوصل مصر، بدانا في رفع درجه الاستعداد والغاء الاجازات اعتبارا من صباح الاحد 10/9، ونشر المعدات نشرنا المعدات في الاماكن المختلفه على مستوى محافظه مطروح. نعم. بدءا من السلوم حتى العلمين. وفي اماكن بتبقى معروفه لينا مسبقا، يعني احنا مش اول مره نتعامل مع المطر، ففي اماكن بتبقى معروف تجمعات الميه فيها والاماكن اللي بتبقى ايه فيها المشاكل الميه بالذات، يعني سواء على الطرق او داخل المدن. فبدانا نشر المعدات فيها من يوم صباح يوم الاحد. بدا يوم الاثنين بدات العاصفه توصل حدود السلوم، وبدات بالسلوم وسيوه وبراني. كان في امطار خفيفه الى متقطعه بدات في مدينه سيوه يوم الاثنين الساعه 11 صباحا واستمرت لمده ساعه، كانت امطار خفيفه ومتقطعه ورياح محمله بالاتربه. مدينه السلوم وبراني كانت في امطار الساعه 1 الظهر، بدات سقوط الامطار الى من خفيفه الى متوسطه لمده ساعتين وما حصلش فيها اي تجمعات ميه الحمد لله. مدينه النجيله ومطروح بدات الامطار فيها من الساعه 1 للساعه من الساعه 3 للساعه 6 وكانت خفيفه الى متوسطه، وبرضه ما فيش تجمعات ميه غير في مدينه مطروح في كم مكان كده كانوا معروفين لدينا والمعدات متجمعه فيهم وبدات التعامل فيها الحمد لله، ما كانش فيها اي مشاكل. على الطريق الدولي السريع ما كانش فيه اي تجمعات تعوق الحركه، كلها كانت تجمعات بسيطه وتم التعامل معها فورا يعني في الحال يعني. هايل. اللي بالنسبه للصباح يوم الثلاث انقشعت السحب الحمد لله والغبار، وبدا الجو بدا من السلوم حتى مدينه العالمين الجو كويس جدا والسحب متفرقه، ما فيش تجمعات للسحب، ما فيش غبار عالق في الجو، وبدات الامور تهدى تماما والمصطفين يمارسوا حياتهم طبيعي على شواطئ مطروح من السلوم لحد العالمين الحمد لله يعني. طيب دكتور ابراهيم اتفضل. حضرتك احنا مستمرين في حاله الطوارئ دي لحد بكره ان شاء الله. ما لم يجي لنا تحذيرات ثانيه او جديده هنستمر في حاله الطوارئ. طيب حابه برضو افهم من حضرتك طبيعه التواصل المباشر بين حضراتكم في الشركه وبين هيئه الارصاد الجويه واللي بينعكس ايضا على طبيعه السرعه في الاستعداد زي ما حضرتك ذكرت يعني، وهل حاله الاستعداد بالنسبه للتعامل مع العاصفه دانيال مختلفه عن الاستعداد او لاي مدى هي مختلفه عن الاستعداد بشكل عام حتى لموسم الشتاء؟ لا هو طبعا في موسم الشتاء في عندنا حاله طوارئ شبه مستمره يعني. اما التواصل بالنسبه للارصاد الجويه وعمليات المحافظه، في غرفه عمليات المحافظه متواجده للازمات والطوارئ دي بيرأسها السيد المحافظ. احنا متواصلين مع الغرفه ديت ولينا مندوب متواجد فيها سواء باجهزه اللاسلكي او التليفونات، وبيبقى اي حدث او اي خبر على مستوى المحافظه بيتنقل فورا لكل المسؤولين على مستوى المحافظه، وكل واحد يمارس مهام عمله. فاحنا بنبقى متواصلين مع المحافظه ومتواصلين مع عمليات الشركه القبضه، متواصلين مع هيئه الارصاد الجويه، وده اتصال يعني شبه يومي يعني، ده كل ساعتين متواصلين مع بعض يعني. نعم. بالنسبه للارصاد الجويه وفي نعم. اتصال فوري على طول يعني، مش ناخد وقت ولا حاجه. نعم. يعني دكتور ابراهيم كان التوقعات ان تكون محافظه مطروح وبالتحديد مدينه السلوم يعني باعتبارها من المدن او المدينه المتخمه او المدينه الحدوديه مع الحدود الليبيه الغربيه تحديدا اللي شهدت العاصفه دانيال وتاثرت بشكل كبير، كان من المتوقع ان تكون
السلوم هي أول المدن اللي تمر عليها هذه العاصفة، العاصفة دانيال، إلى أي مدى تأثرت مدينة السلوم بالعاصفة دانيال؟ وهل فعلا يعني الحمد لله قوة هذه العاصفة فقدت بمجرد ما تشكلت مع الحدود الليبية المصرية؟ أول العاصفة الآثار دانيال ده طبعا بدأ من اليونان مرورا بالبحر الأبيض المتوسط إلى السواحل الليبية، وكان أكثر حدة في مدينة ديرنا. مدينة ديرنا بتبعد عن نقطة الحدود المصرية حوالي 430 كيلو. فالحمد لله لما وصل على الحدود المصرية كان إلى حد ما بدأ ينكسر الحتة بتاعته. وبدأ ولما جه دخل الحدود المصرية دخل في الحدود المصرية من عند سيوة كمان، يعني مش بدأ بالسلوم. بدأ من عند سيوة، فكان خد فترة مسافة على الصحراء. سيوة دي جنوب مرسى مطروح ب 340 كيلو. فالمسافات دي كلها هبطت يعني شدة الرياح من حدته، فالكسر الكسر لما وصل عندنا فإلى حد ما كان مقدور عليه يعني، وكان أثره خفيف إلى حد ما الحمد لله. يعني الحمد لله ده لطف ربنا بينا. دكتور برضو عشان السادة المشاهدين، لو أي حد يعني واجه أي مشكلة، لو هنتكلم حتى مش بس للتعامل مع حالة الطوارئ العاصفة دانيال، لكن لو بشكل عام في أي حد من المواطنين واجه مشكلة، في رقم معين ممكن يقدروا ان هم يتواصلوا عليه؟ ايوه يا فندم، في رقم 125 ده رقم الطوارئ عندنا، اي مواطن بيتصل عليه سواء من على موبايل الارض او اللي فيه او التليفون المحمول 125. مشكله ميه، مشكله صرف صحه على مستوى محافظه مطروح 125 خاص بشركه مطروح، وخارج مطروح بكل محافظه نفس الرقم تقريبا، ما عدا الصرف الصحي في القاهره واسكندريه 175. طيب دكتور ابراهيم، يعني سؤال اخير، استعدادات بقى موسم فصل الشتاء المقبل، يعني زي ما احنا بنقول كده يمكن اللي احنا بنشهده دلوقتي ممكن يكون يعني عمليه تدريبيه او احمائيه كده لموسم فصل الشتاء القادم، ازاي بتستعدوا ليه في محافظه مطروح؟ والله يا فندم الاستعدادات عندنا احنا المدن الساحليه تقريبا يعني طول السنه عايشين في حاله طوارئ. في الصيف عاملين طوارئ عشان الساده المصطفين اللي بجولنا، انت عارف مطروح بيجي لها في الصيف 4 مليون في الساحل و2 مليون داخل المدينه. صحيح. يعني بيجي لنا 6 مليون مصطاف في فتره الصيف، بيقعدوا عندنا 4 شهور 5. فعندنا في الشتاء بنبقى عندنا طوارئ لان كميه الامطار اللي بتتساقط على المناطق الساحليه من اعلى النسب على مستوى الجمهوريه. فبكون من اول مع من نهايه الصيف نهايه الشتاء بكون مستعدين للصيف. واحنا الحمد لله كنا مستعدين من السنه اللي فاتت يعني. من درجه مستعده عندنا رافعين درجه يعني مجهزين المعدات بتاعتنا، متصينه كويس جدا وجاهزه، معدات الشتاء بتكون جاهزه من بدري يعني الحمد لله. الحمد لله. يعني دكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه مطروح، بنشكر حضرتك يا فندم، ويعني كان الله في عونكم في هذه الظروف الطارئه تحديدا. طبعا بكل تاكيد مجهود كبير بنحيي حضراتكم عليه. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وبمناسبه قرب حلول ذكرى نصر اكتوبر المجيد، كل سنه وحضراتكم طيبين، تم الاعلان عن مسابقه بعنوان بطل من بلدنا للافلام القصيره. المسابقه بتنظمها وزاره التضامن الاجتماعي، وبتقدم من خلالها 6 جوائز ماليه لافضل 6 افلام. خلونا نتعرف عن تفاصيل هذه المسابقة بشكل أوضح من خلال المكالمة الهاتفية اللي معانا للأستاذ مهند دياب مستشار وزيرة التضامن للتوثيق المرئي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد. صباح الخير أستاذ جمانة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني في البداية عاوزين نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر وتوضح لنا الفنون اللي بتشمل هذه المسابقة ونوعية الأعمال المقرر تقديمها. هي وزارة التضامن أعلنت عن مسابقة بطل من بلدنا، وهي مخصصة للأفلام القصيرة سواء كانت أفلام روائية قصيرة أو أفلام تسجيلية قصيرة. مدة الفيلم ما تزيدش عن 5 دقائق، ورصدت ليها جوائز مالية الأفضل 6 أفلام. قيمة كل جائزة 10,000 جنيه لكل جائزة، وآخر موعد لاستلام الأفلام هو 25 سبتمبر الجاري. المسابقة بتتقسم لثلاث محاور. انت تقدر اي شاب او اي محترف يقدر ان هو يقدم على المسابقة من خلال ثلاث محاور داخل المسابقة، وهو بيتكلم عن قصة نجاح بتشكل بطولة في اي مجال سواء كان اجتماعي او ثقافي او فني او علمي او رياضي. او بيتكلم عن بطل من ابطال اكتوبر في عيون صانع الفيلم نفسه.
سواء بيتكلم عن قصة عاشها أو شايف بطولة أكتوبر في نظره إزاي، سواء كان جده، سواء لو الشخص نفسه ده موجود وبيحكي عنه أو بورتري عنه. والمحور الثالث هو بطل من وحي الأزمات. فبنشوف مثلا بطل في أزمة كورونا أو في أزمة اللاجئين، ودي بتشمل طبعا مبادرات المجتمع المدني أو أفراد قدروا إن هم يتدخلوا وقت الأزمة ويبقوا أبطال. طريقة التقديم بتبقى من خلال الإيميل اللي تم وضعه على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، هو october6.mostcontest@gmail.com. يقدر إن هو يرفع الفيلم بعد ما بيخلصه على مثلا لينك جوجل درايف، أو بيبعت لنا في مظروف على عنواننا في 19 شارع المراغي بالعجوزة، ويقدر إن هو يتواصل من خلال حتى الواتساب أو السوشيال ميديا ويبعتوا لنا اللينك على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي. طيب قبل ما ننتقل من النقطة دي، فأنا بحضرتك قلت إنه ممكن يتواصل عن طريق الواتساب، فبالتالي في رقم مظبوط؟ ايه الرقم يا فندم؟ الرقم هو 012-235-69883. نقول الرقم تاني 012-235-69883. ويمكن الوزارة بتسعى من خلال المسابقة دي، لأن يمكن حتى معالي الوزيرة دكتورة نبيل القداشي، وده يمكن الرسالة بتاعتنا، إن احنا بنحاول نرفع وعي المواطن البسيط من خلال الفن ومن خلال السينما بشكل عام، لرفع وعيه بقضايا التضامن الاجتماعي. والوزارة يمكن ليها باع في الإنتاج المحتوى الفني من أفلام تسجيلية. احنا وصلنا لحد النهاردة لأكثر من 100 فيلم تسجيلي خلال الثمان سنوات الماضية، قدرنا أن احنا نحكي بيها قضايا الاجتماعية والتنمية في ملفات عديدة في الحماية والرعاية والتنمية داخل وزارة التضامن الاجتماعي. هايلي فندم. طيب بكل تأكيد في شروط لهذه المسابقة أو للتقدم لهذه المسابقة، لو حضرتك تطلعنا يا فندم وتطلع السادة المشاهدين الشروط المقررة على المتقدمين للمسابقة اللي لازم تكون متوفرة إن كان في الشخص أو حتى في العمل الفني. اي حد يقدر ان هو يقدم على المسابقه، ان الفيلم ما تكونش مدته اكتر من 5 دقائق، بيصور باي معده تصوير هو يقدر ان هو يحكي بيها قصته التسجيليه، او حتى الروايه القصيره حتى ولو بجوده صوره الموبايل، يقدر ان هو يعني يوصل لنا ابداعه بشكل مختلف، يقدر ان هو يخاطب بشكل ثالث النشء والشباب، ان يكون صالح طبعا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وزي ما قلنا الموضوعات في الثلاث محاور، كل محور يبقى فيه جائزتين، سواء كانت قصه النجاح او بطل من ابطال اكتوبر او بطل من وحي الازمات. نعم. طيب استاذ مهند، عاوز اعرف من حضرتك اعمار المشاركين، هل هي اعمار محدده ولا مفتوحه، ما فيش سن معين مقيد بالمشاركه بهذه المشاركه او في هذه المسابقه تحديدا، وماذا عن حقوق الملكيه الفكريه كمان؟ الفيلم مفتوح لاي حد حابب ان هو يشارك. وبالنسبه لحقوق الملكيه الفكريه، هو طبعا بدخول المسابقه هو بيخول الوزارة أن هي تنشر هذا الأعمال اللي هتكسب على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها سواء عرضناها في محافل مختلفة، سواء يوم عرضها إن شاء الله في الاحتفال اللي هنقيمه لتوزيع تلك الجوائز، أو في استخدامها على السوشيال ميديا بشكل عام. طب برضو حابين نعرف من حضرتك يا فندم عدد الجوائز داخل مسابقة الأعمال الناجحة، وكمان قيمة هذه الجوائز. إحنا عندنا 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، وقيمة الجائزة الواحدة 10,000 جنيه. ده اللي موجود حاليا في كل قسم منها من ال3 أقسام هيبقى فيه جائزتين. طيب. يعني احنا كده بنتكلم على واقع فيلمين في كل قسم. فيلمين في كل قسم هيتم اختياره. طيب والاعلان ده هيكون امتى؟
ان شاء الله من المقرر هيبقى في اول اسبوع في شهر اكتوبر هتقيمه يعني وزارة التضامن الاجتماعي. طيب يا فندم، يعني حابه برضو اعرف من حضرتك مين القائم على اختيار الفيلم الفائز؟ مين اللجنه؟ هل في لجنه ولا بيتم ازاي؟ احنا عندنا لجنه تحكيم الصراحه بتضم قامه كبيره جدا من العاملين في مجال النقد والتقييم السينمائي. معانا الناقده الكبيره الدكتوره ماجده موريس، ومعانا الكاتب والسيناريست الكبير الاستاذ عاطف بشاي، معانا الاستاذه السيناريست ايضا بالمعهد العالي للسينما الاستاذه بالمعهد العالي للسينما الدكتوره سناء هاشم، ومعانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه فاطمه شعراوي. يعني قامات كبيره كلها. نعم، قامات كبيره كلها. طبعا قامات كبيره ليها باع في كمان تقييم الافلام في مختلف وكبرى المهرجانات السينمائيه في مصر وفي وطننا العربي. نعم. ويمكن احنا بنرصد يعني اهتمام بالغ يعني في ملف حتى الافلام في الوزاره، لان احنا بنؤمن ان اي حد هيقدر يعني يحكي قصته بشكل مختلف وبرؤيه ابداعيه مختلفه، وشباب قادر يفكر وقادر ان هو يحكي قصته بطريقته دي كمان الحقيقه يمكن خطوه مهمه جدا. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ مهند دياب مستشار وزير التضامن للتوثيق المرئي، شكرا لحضرتك. مشاهدينا دلوقتي الساعه 8 صباحا، وده ميعادنا مع موجز لاهم الانباء الثامنه صباحا مع لميا حمدين. اتفضل يا لميا. شكرا لك احمد. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها إعصار دانيال. وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، شدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، متقدما بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا من أشقاء ليبيا. من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة أزمتها غير المسبوقة، وتوجيهات أيضا الرئيس السيسي لتقديم الدعم الفوري للمتضررين. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. كما أعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق بشأن تقديم سبل الدعم وأوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار. يأتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. أكدت وزارة الخارجية متابعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال والذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين. وأعلنت الوزارة فتح خط ساخن للتواصل مع القنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة، والحصول أيضا على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك في ظل انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق. كما أعربت الخارجية عن خالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عملية البحث والإنقاذ.
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد. ناقشت الجلسة المقترحات الخاصة بلجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، والتي سبق انعقادها بالجلسات النقاشية العامة، وذلك لبلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع إلى رئيس الجمهورية. أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى أن الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بالقيم. وقال زيلنسكي إن العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا، منتقدا دول الاتحاد الأوروبي التي يزعم أنها تساعد روسيا للتحايل على العقوبات من أجل حل قضاياها الاقتصادية أو الطاقة الرخيصة. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي صباح اليوم كيم جونغ أون في قاعدة فوستيني الفضائية، وأحدث موقع إطلاق للصواريخ الفضائية في روسيا. وكان الرئيس الكوري الشمالي قد وصل بالقطار المدرع إلى بلدة خاسان الحدودية مع روسيا، مؤكدا أن تلك الزيارة التي تعد الأولى منذ 4 سنوات تمثل استعراضا واضحا للأهمية الاستراتيجية بين البلدين. ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجدل الدائر حول العلاقات بين باريس والرباط، بعدما امتنع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليه فرنسا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة مراكش الأسبوع الماضي. هذا وأعلن المغرب قبوله دعما من 4 دول، وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنه لم يطلب المساعدة من فرنسا، مما أثار على الفور العديد من التساؤلات. هذا وأعلنت باريس تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية موجودة على الأرض في المغرب وتساهم في جهود الإغاثة. رياضيا، خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره منتخب تونس بنتيجة 1-3 في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2023. وتعد هذه الخسارة الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة مديره الفني البرتغالي فيتوريا منذ توليه مسؤولية تدريب الفراعنة، حيث لعب المنتخب مع فيتوريا 9 مباريات حقق الفوز في 8 لقاءات وخسر في مواجهته أمام تونس لأول مرة. مشاهدينا، انتهى موجز 8، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يمكن أن احنا بنتكلم في بداية حلقتنا النهاردة عن أضرار العاصفة دانيال، وبكل تأكيد كلنا متابعين التداعيات الكبيرة لهذه العاصفة، هذه التداعيات الكبيرة والخطيرة أيضا على البلاد اللي تعرضت ليها. ده بيخلينا نسأل، هل سبب حدوث هذه العاصفة هو التغيرات المناخية اللي بدأت أنها تهدد العالم؟ وإيه الأسباب العلمية وراء حتى حدوثها؟ مهم جداً إن إحنا نفهم كمان يا أحمد. ده هي جمانة، ويمكن مش فكرة كمان التداعيات المناخية، هل إحنا نقدر نقول ما كان متوقعاً قد أتى؟ يعني فكرة مؤتمر المناخ COP27 كنا بنتكلم على تغيرات مناخية ولابد أن يتكاتف العالم أجمع حتى نواجه هذه التغيرات، هل دي التغيرات حصلت بالفعل بشكل أسرع مما كان متخيل؟ أعتقد دي أسئلة وأسئلة مشروعة في الوقت الراهن. وكمان مهم جدا ان احنا نعرف هل كمان في طرق، هذه الطرق هي طرق علمية لتجنب أضرار عواصف مشابهة للعاصفة دانيال، وكمان الاستعدادات اللي بتتم لتقليل الآثار السلبية للظواهر الجوية. كل الأسئلة دي في حقيقة الأمر هنحاول نجاوب عليها في هذه الفقرة بشكل مفصل مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية اللي مشرفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. صباح الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين الكرام. أهلا بحضرتك. يعني طيب. دكتور تفضلي. شكرا. خلينا في البداية نسأل عن الفرق بين مصطلح العاصفة واحنا يعني اول ما ابتدى
دانيال، وأول ما سمعنا عنه خالص كان جاي من مقاطعة بجانب أثينا في أثينا، وكنا نسمع أن هو إعصار، ولما جه على ليبيا بقى عاصفة. إيه الفرق بين الإعصار والعاصفة لنفس المسمى، يعني إعصار دانيال وعاصفة دانيال؟ هو دانيال واحد اللي هي المنطقة اللي أحيانا بيطلق على أسماء الأعاصير بأسماء يا إما المناطق التي ظهرت فيها أو أسماء ناس يعني مشهورين أو معروفين، يعني فيقول لك إعصار بالاسم فلانية. الفرق بين الإعصار وبين العاصفة إن الإعصار بيبقى قوته بتعدي أكتر من 200 كيلومتر في الساعة، يعني قد تعدي 250-300 كيلومتر في الساعة، أما العاصفة فلا تزيد عن 80-90 كيلومتر في الساعة. ده الفرق بين العاصفة وبين الإعصار. وبالتالي عندما ظهر هذا الإعصار مجازا في أثينا، يعني طبعا أحدث دمار كبير جدا في المنطقة اللي ظهر فيها، فانتقل عبر البحر المتوسط ووصل إلى ليبيا. خد شوية قوة من البحر نتيجة البخر اللي في البحر والدرجة الحرارة اللي في المية من البحر المتوسط، وصل إلى ليبيا كان بقوة شديدة جدا، وشفنا الأثار اللي حدثت في هذه المنطقة، منطقة دارنا بالذات، وبعدين ابتدى يتحرك إلى إلينا في جمهورية مصر العربية. الحقيقة لما بقى ابتدى يتحرك في هذه المنطقة ابتدى يفقد قوته، ما العاصفة مش بتدنها بنفس القوة من ساعة ما بتطلع لغاية لما تنتهي، لا هي بتبقى كأنه منحنى كيرف، بيتزايد كيرف وبعدين بيبتدي يقل. فدخل عندنا في جمهورية مصر العربية عند منطقة السلوم على شكل منخفض جوي متعمق، منخفض جوي عادي جدا يعني. قبله بقى في نفس الوقت منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا. الاتنين دول المنخفضين هم اللي عملوا الأمطار اللي حدثت في السلوم وفي مرسى مطروح وفي اسكندرية بالأمس، والعاصفة الترابية اللي احنا شفناها وصلت بينا إلى القاهرة ووصلت إلى عدد من المناطق. بس خليني أقول إنه بنسمع كتير مصطلح منخفض جوي ومرتفع جوي. صحيح. يعني عشان حتى الناس، وإيه الفرق ما بينهم؟ إيه الفرق يعني؟ المرتفع الجوي بيبقى فيه الهواء أتقل في المنطقة والضغط بتاعه أتقل، وبالتالي اتجاهه بيبقى لأسفل مش لأعلى، وبتلاقي في استقرار في الأحوال الجوية نتيجة أنه ما فيش هواء بيطلع مع أي مشاكل، تلاقي الجو مشمس. وعشان كده دايما بنطمن إما نسمع كلمة إيه، في مرتفع جوي. منخفض جوي ضغط الهواء بيبقى قليل وكثافته خفيفة، فبياخد كل بخار المية ويطلع إلى طبقات الجو العليا تتكثف تنزل لنا الأمطار الشديدة حسب بقى قوة هذا المنخفض وقد إيه، فبتنزل كمية أمطار كتيرة جدا قد تصل إلى حد السيول. وبالتالي هو ده اللي حصل يعني في خلال الفترة اللي فاتت، إنه المنخفض ده بقى متعمق عند دخوله إلى السلوم، وبالتالي نزلت أمطار تبدو غزيرة على بعض المناطق، وابتدى يتحرك من أمس إلى منطقة الشام بقى خلاص. يعني هو بيفقد قوته على آخر اليوم النهاردة أو بكرة هنلاقي استقرار في الأحوال الجوية وعدى علينا العاصفة بسلام. يعني أنا بسمي سواء كانت عاصفة أو كانت يعني إحنا قلنا سواء عاصفة أو يعني الظاهرة الأخرى للإعصار، الفرق ما بينهم هو قوة الرياح بالزبط، وليس الحجم الناتج من أضرار، لأن الاثنين ليهم أضرار. يمكن شفنا في اليونان أضرار كانت بالغة أو أكبر، وفي دارنا في ليبيا الأضرار أيضا موجودة، لكن حدة الأضرار أقل بشكل بالزبط. وبعدين حتى الإعصار بيلف بشكل دائري، تلاقي الهواء بيبقى حلزوني ويبقى حاجة اسمها له عين اسمه. صحيح. عين الإعصار ده ويمكن دي الفيديوهات اللي تابعناها منذ انطلاقه. أيوة. في اليونان كان شكل دائري، رياح كان يعني الناس كانت بتتخيل ان ده جزء في فيلم سينما ومش حقيقي. هو يعني لكن العاصفه بتمشي في طريقها ما بيبقاش لها عين او ما بيبقاش لها مركز للاعصار. اعصار او عاصفه، احنا امام حقيقه، واللي احنا موجودين في بدايه حقيقيه للتغيرات المناخيه يمكن اللي كنا بننادي بيها من فتره. ازاي نتجنب هذه الاضرار وان كانت قد وقعت بالفعل؟ اولا السبب الرئيسي احنا عندنا دلوقتي، احنا خلينا نتساءل، هو في شهر 9 كنا بنشوف الكلام دوت؟ لا، يعني ممكن يحدث امطار في المنطقه الشماليه عندنا بشكل كبير جدا في الشتاء. صحيح. وده طبيعي، وبنسمع عن نوه قاسم ونوه الميلاد ونوات، وبتنزل امطار كتيره. صحيح. جدا بالمناسبه يعني. صحيح. بس ده الطبيعي، ده طبيعه المناخ في بلدنا.
لكن كون ان احنا يبقى هذا الشيء موجود في بداية شهر 9 اللي احنا فين ما زلنا في عز الصيف، هو ده المشكلة. وده بيخلينا نقول ان في سببين اساسيين. اول حاجة تغير المناخ على مستوى العالم بزيادة درجات الحرارة، قربنا من درجة ونص على مستوى العالم، فده طبعا زيادة درجات الحرارة بيأثر على حركة الهواء، بالتالي لما حركة الهواء تختلف هتختلف معاها حركة السحب وحركة الأمطار وحركة السيول وكمية المية اللي خارجة أو اللي هتطلع إلى طبقات الجو العليا. الحاجة التانية يعني السنة دي ظهرت النينو اللي هي المية بتدفى في منطقة استراليا في المحيط الهادي، ونتيجة دفء المية في هذه المنطقة دي ظاهرة طبيعية بتنتقل إلى أمريكا الجنوبية. الرياح. المية بتنتقل، لما بتنتقل في هذه الفترة بيحصل بخر شديد جدا وبيحصل أمطار وسيول في مناطق، وفي أوروبا وأسيا قد تحدث أمطار وسيول أو جفاف بيصل إلى حد حرائق الغابات. فإحنا عندنا يعني سببين مهمين جدا لهذا التغير الذي حدث، واللي إحنا بنقول يعني إحنا عدنا بنقول إيه، تطرف المناخ، يعني أصبح المناخ كأنه متطرف، يعني ما بين الحدة والشدة وما بين اللين، يعني بس احنا وصلنا الى مرحلة حتى ما يسمى بالغليان في المناخ. وبالتالي دول الظاهرتين دول هم اللي اثروا، ونحن نعتقد انه قد تحدث هذه مثل هذه الظواهر بعد ذلك وفي اوقات اخرى نتيجة هذا التغير، الى ان ينتهي السبب الثاني اللي هو ظاهرة النينو في شهر ابريل من العام القادم، لانها بتقعد فترة حوالي 8 شهور أو 10 شهور من في إلى أن تنتهي هذه الظاهرة. لكن طبعا تغير المناخ بس مش نقدر إن إحنا نتكلم حتى قبل الهواء، طبعا عذر المقاطعة، ظاهرة النينو إحنا طبعا بقينا بنتابع هذا المصطلح مؤخرا بما إن العالم كله بقى مهتم بقضية المناخ لأنه بدأ يشوف أثرها وتداعياتها بالفعل. بس هذه الظاهرة هل كانت يعني هي ظاهرة موجودة من زمان جدا؟ موجودة، ظاهرة طبيعية موجودة، ولكن حدتها زادت قوي، يعني الحده نفسها زادت ان احنا بقينا بنتابع هذه التداعيات بهذا الشكل. فهل يمكن التعامل مع زياده حده ظاهره النينو، او هل يمكن التعامل اصلا مع زياده حده هذه التداعيات الناجمه جراء تغير المناخ؟ الحقيقه احنا مش هنقدر نتحكم في الظاهره، يعني انا ما اقدرش اقول ان النينو لازم نعمل 1 2 3 عشان يعني تقف الظاهره او الميه ما تسخنش في المنطقة وتنتقل لمنطقة، دي حاجة مش بيد البشر. ولكن ايه هو اللي نقدر نعمله؟ احنا عندنا حاجتين مهمين جدا. اول حاجة لابد من نظم انذار مبكر تخلي الناس تعرف امتى سيحدث هذا الحدث وامتى هيتحركوا لحماية انفسهم. اعتقد ده كان مطلب ومخرج من مخرجات كوب 26. بالضبط بالضبط، احد التوصيات ان يبقى فيه هيمدوا الدول الأفريقية والدول النامية بنظم انذار مبكر، لان الكارثة بتحدث نتيجة الناس مش عارفة ايه الاجراءات الواجب اتخاذها علشان احمي نفسي. يعني مثلا لو انا عارف ان المنطقة دي هيبقى فيها سيول ممكن ما اروحش المكان دوت، ممكن ان انا انتقل من مكاني الى اماكن اخرى اسمها اماكن الايواء اللي بتوفرها الدولة علشان يبقى في بالظبط انتقال لهؤلاء الناس، يبقى في رعايه صحيه. لا، وبالتالي اول نقطه اللي هي نظم الانذار المبكر المتقدمه، واعتقد دلوقتي بنسبه كبيره جدا بنقدر نعرف متى واين سوف تحدث العاصفه. صحيح. بنسبه كبيره جدا مع الاقمار الصناعيه والنظم، وبالتالي لابد من الدول ان هي تسعى جاهده، وده امر اصبح اساسي في ظل تغيرات المناخ، ان يبقى في نظم انذار مبكر بتقول لنا ايه الحدث وتقول لنا ايه اللي ينبغي ان احنا نعمله كمواطنين عشان نقلل من هذه التداعيات. دي اول نقطه. النقطه الثانيه البنيه التحتيه. يعني ايه البنيه التحتيه؟ النهارده حضرتك بتشوف كان زمان في اسكندريه في البلاعات بتاعه الميه، اي كميه ميه بتنزل بعد 10 دقائق ممكن ما تلاقيش في ميه، وبالتالي يعني الدولة بتبذل كل الجهد ان بترجع نظام البلاعات تاني والمصارف بالظبط اللي هي البلاعات بتاعت الامطار. وفعلا في اسكندرية اعتقد دلوقتي هذا المشروع ماشي بقاله فترة، وبس احنا برضو كمواطنين علينا بقى ان احنا نحافظ على البلاعات دي ما نسدهاش. يعني احيانا بيجي ناس ترمي سوري يعني مثلا حاجات فيها فبتتسد، لما تتسد يبقى خلاص يبقى انا ما يعني ما لا انا عملته ملوش كان الحدث ما عملتوش يعني. صحيح. وبالتالي لابد من بنيه تحتيه قويه
تستوعب تداعيات هذا الأمر. وبالتالي إذا كان صرف صحي، إذا كان رعاية طبية، إذا كان مساكن إيواء، إذا كان مناطق معينة. وعاوز أقول حاجة كمان مهمة، إن أحياناً الكارثة بتحصل نتيجة تحرك السكان وليس العكس. بمعنى أنا ممكن في مخر للسيل كويس، ممكن جداً السيل ده ما اشتغلش بقاله كذا سنة، ففي ناس تروح تبني في هذه الأماكن. طيب السيل جه، فطبعاً أكيد هيجري في إيه؟ هؤلاء الأماكن. الناس وهيجري في هذه المباني. وبالتالي برضو لابد من أن السكان يبقى عارفين. وأعتقد أنه في بعض المناطق في سيناء وغيرها وغيرها في البحر الأحمر بيبقوا عارفين المناطق دي بتنزل فيها المية شكلها إيه صحيح. وكل سنة وتلاتي. وبالتالي لابد أن احنا نبعد، والمناطق دي بتبقى مكتوب عليها لافتات أن دي مخرات سيول. مكتوب. بس احيانا احنا بسلوكنا نقول ايه، اصلا ما عادش بيحصل، نتجاهل ده. بنتجاهل ده وبتاع ونروح نبني. طب ما اكيد لو السيل جه هيشيل الـ 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 المكان اللي انت بنيته. وبالتالي دي نقطه مهمه جدا، لازم نوعي السكان ايه اللي ممكن يعملوه. احيانا الكارثه تتضاعف نتيجه ان الناس مش عارفه ايه اللي ممكن تعمله تجاه هذا الامر. لكن لو انا عارف اعمل ايه، حتى لو كان زلزال مثلا زي ما حدث في المغرب، ولكن طبعا ده حاجه طبيعيه، لو الناس عارفه تتصرف ازاي ساعه الزلزال ما يحدث قبل وبعد، يعني اثناء الكارثه، ممكن نقلل من تداعيات هذا الامر. ولكن ده محتاج توعيه بشكل كبير جدا على مستوى قومي ومستوى وطني، في المدارس، في الجامعات، في الاعلام، نقول للناس تعملوا ايه ساعه الحدث. ولا نتجاهل دلوقتي، نحن في امس الحاجه بالفعل الى هذه القضايا. قضايا التوعيه مهمه جدا جدا جدا. يمكن فخامه الرئيس دايما يؤكد على بعد التوعيه، ان احنا لو وعينا الناس هيبتدي يتصرف التصرف الايه السليم اللي يجعله، ونعمل نموذج محاكاه. يعني مثلا نعمل زي كارثه تحدث في مكان ما، ونخلي الناس تشوف تتصرف ازاي، يعني نعلمهم مهارات التعامل مع الحدث. ده اللي نقدر نعمله. لكن هنوقف الكارثة الطبيعية دي عملية مش سهلة، ان احنا نعمل هذا الامر. لكن نتكيف معها ازاي ويبقى في التداعيات اقل ما يمكن، هو ده اللي مفروض ان احنا نعمل. طيب دكتور، يمكن حضرتك هنا تحدثت عن فكرة وجود نظم انذار مبكر. عاوز اعرف ايهما اسرع في التنفيذ في الوقت الحالي، لان احنا اصبحنا خلاص امام واقع وهو تغيرات مناخية فعلية حدثت ونتج عنها عدد من الاضرار. فكرة اللي أنا أشوف إزاي أقدر أفعل نظم الإنذار المبكر، ولا سرعة تداول المعلومات لمن يمتلك التكنولوجيا في الدول العظمى؟ ما لازم يبقى عندك أجهزة حديثة ترصد الحدث. احنا هنا بنتكلم على القارة الإفريقية تحديدا. لأن احنا عارف زي ما احنا عارفين هي لا تملك التكنولوجيا المتطورة زي اللي بتمتلكها الدول المتقدمة. تمام. ففكرة الدول المتقدمة تمد، لأن هي عندها أقمار صناعية وغيره، فتقدر تتوقع وتقدر تشوف إن هيحصل مثلا على سبيل المثال في ليبيا في اليوم الفلاني العاصفة دانيال هتضرب منطقة زي دارنا، فنقدر إن احنا نبلغ ويبقى في سرعة تداول معلومات. تمام، هو دي النقطة المهمة جدا، إلى أي مدى هتاخد المعلومات دي وتوصلها للمسؤول اللي ياخد القرار. هي دي النقطة. ويمكن زي ما حضرتك تفضلت كوب 27 من ضمن توصياته قال إن هما نعملوا نظم إنذار مبكر لأفريقيا ب 3.1 مليار دولار. بس يبتدوا يعني يبتدوا يفعلوا العمل التفعيل لهذا الامر. هي دي النقطه. وبالتالي هيبقى فيه نظم الانذار المبكر هتمد بمعلومات لمسؤول القرار ان هو يتخذ قرار حول هذا الامر باقصى سرعه ممكنه، وبالتالي يتجنب الاضرار دي نقطه في منتهى الاهميه، المعلومات اللي عندنا وتحليل البيانات والمعلومات. النهارده في بيسموا الوظيفه البيئيه ابتدت تظهر في العالم، من ضمن الوظائف البيئية تحليل البيانات. ده شغلته انه يحلل بيانات من الطقس، من التلوث، من يحلل هذه البيانات ويعرف ويدي قرار، يقول للمسؤول والله انا حللت البيانات اهي وعندي سيناريوهات 1 2 3، وابتدي المسؤول او الإدارة تاخد القرار المناسب تجاه هذا الامر. وبالتالي دي نقطة مهمة جدا، تحليل البيانات الخارجة من نظم الإنذار المبكر ومدها للمسؤول اللي ياخد قرار ويبتدي يوصله للناس بطريقة سريعة وبطريقة بسيطة. طيب دكتور، بما احنا بنتابع دايما السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف حتى الناس بتعلق على ايه او ايه بتبقى ملاحظاتها، طب انا امبارح في على مواقع التواصل الاجتماعي ناس كتير اتكلمت عن انه في انتشار رائحة غريبة بعد تداعيات عاصفة دانيال، هل ده ليه سبب علمي؟
شوفي حضرتك الاعصار نفسه او العاصفه ملهاش ريحه خالص، ولكن الريحه بتيجي منين او الروح بتيجي منين؟ اذا هذه العاصفه مرت على مصدر من مصادر التلوث بتخلي طبعا سرعه الرياح بتبقى 50-60 كيلومتر في الساعه، فبتنتشر الرائحه. وعلى سبيل المثال، وده طبعا بس انا هدي مثال يوضح ده، يعني مثلا بعض البراكين بتطلع غاز ثاني اكسيد الكبريت، كويس؟ تيجي العاصفه تمشي تروح محركه ثاني اكسيد الكبريت ده على ايه؟ على مستوى كبير جدا من المناطق المحيطه بالبركان، وبالتالي رائحه الغاز موجوده. وقد يحدث ما يسمى كمان بالمطر الحمضي، ان الميه لما تنزل على ثاني اكسيد تحوله الى حمض نيتريك، وبالتالي يبقى مطر حمضي. وبالتالي الفكره مش في الهواء، الفكره في نقل هذا الهواء ملوثات معينه، سواء كانت بقى من طلع من مصنع، سواء كانت طالعه من صرف صحي، سواء كانت طالعه من اعمال ما، فبتتحرك هذه الملوثات وبتتحرك وبتشم الريحه اللي هي موجوده، لكن كعاصفه هي مالهاش. حضرتك فاكر، حضرتك فاكره السحابه السوداء؟ صحيح. هي السحابه السوداء ما كانتش في القاهره، كانت في بلاد تبعد عن القاهره 20-30 كيلو، لكن بيجي لنا ازاي؟ وكنا شامين ريحتها وكنا بنشوف لون الضبابي، كانت نتيجه عن حرق قش الرز، نتيجه حرق القش بالظبط، مع ان دي مش كانت في القاهره، كان الهواء بينقل الكلام ده، هذه الملوثات، وكنا بالفعل بنشم الريحه بشكل كبير. ده هو التفسير العلمي ليه احيانا بنشم ريحه في وجود الهواء. واحنا كمان مش بس ريحه، ده كان في تراب نتيجه طبعا العاصفه بتنقل الاتربه وتحركها، خاصه الاتربه الرفيعه اللي ممكن تصيب بقى الناس بالامراض المختلفه، والناس بقى تاخد بالها وتحط الكمامه تاني يعني ونتمنى عوده الكمامات مره اخرى، لان ده سواء كان يعني حمايه للاشخاص من اي تكتلات تجمعات او كمان الامراض الحساسيه وغيرها بسبب الاتربه. دلوقتي بقينا في ثقافه الكمامه، يعني احنا حطينا دلوقتي في جيوبنا اي ما يحصل حاجه دلوقتي نلبس الكمامه على طول، عشان يعني دي حاجه ايجابيه، دي حاجه ايجابيه لما بعد الجائحه كورونا يعني. طيب دكتور، عاوز اعرف من حضرتك هل في تداعيات مستقبليه لحاجه زي العاصفه دانيال مثلا، ولا هي مجرد ظاهره وانتهت وخلاص؟ وازاي اقي نفسي من هذه الاعراض المشابهه، يعني فكره ان يحصل عواصف اخرى؟ العاصفه دي خلصت، تيجي لنا عاصفه ملهاش تداعيات، خلاص خلصت، يعني هي انتهت اول ما عدت من عندنا، خلاص هي فقدت قوتها، وحتى لما هتروح تاثر على البلاد الاخرى اللي جنبينا هتبقى قوتها ضعيفه جدا، خلاص هيبقى كانه هو عادي. لكن هناك قد تبدو هناك عاصفة أخرى، الله أعلم، يعني حسب بقى اتجاهات. وبالتالي هو زي ما أنا قلت لحضرتك، هي لابد من نظم إنذار مبكر تقول لنا العاصفة الجاية إمتى وفين. لكن نحن بنتوقع في ظل تغيرات المناخ، نتوقع مزيد من الظواهر اللي فيها مشاكل زي كده، وفيها عواصف، وفيها يعني مشاكل حقيقة. وعش كده لازم نوعي الناس ونقول لهم إيه اللي ممكن تعملوه، ويقوا نفسهم إزاي صحيا عندما تحدث مثل هذه الأمور. طيب دكتور، بشكل عام يعني لو تابعنا الصورة أو ما يحدث إن كان في ليبيا أو في المغرب، طبعا قلوبنا مع الشعبين الشقيقين، لكن إحنا شايفين في تغير في الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل حتى في مناطق مختلفه. يعني في كان في مناطق، يعني مثلا متعودين ان اسيا ممكن يبقى يحصل فيها امطار وسيول في اوقات مختلفه من السنه، ممكن يبقى الجو حر جدا بس في امطار غزيره جدا. في مناطق معينه عارفين ان هذه المنطقه او هذا الشريط بيحصل فيه زلازل. دلوقتي بقينا بنشوف كوارث طبيعيه، ان كان لو بنتكلم على الاعصار او العاصفه، حتى الزلازل زي الزلزال اللي حصل في المغرب بقوة كبيرة جدا، وقبلها كان في سوريا، وقبلها كان في تركيا. هل احنا لو هنتكلم على هذه المنطقة، هل يعني خلينا نقول تكوينها تغير بسبب تغير مناخي؟ هو مش التكوين اللي اتغير، هي نظام المناخ هو اللي اتغير. يعني الأرض كما هي ما اتغيرتش، لكن فكرة نظام المناخ نفسه اتغير، ونظام الطقس اتغير. الطقس حالة يومية، المناخ بيقعد سنوات طويلة، قد تكون 50 سنة. وده الفرق بين الطقس والمناخ. طقس حالة يومية أسبوعية بنشوف فيها بعض الظواهر وبتنتهي يعني، لكن المناخ احنا بنشعر الآن أن المناخ بشكل عام على وجه الكرة الأرضية ابتدى يتغير، وبقى في زيادة في حدة العواصف وحدة المشاكل. وبالتالي يعني نحن نتوقع مزيد من هذه الظواهر في مناطق لم نكن نتخيلها.
او ان هي ما كانش فيها هذا الحدث من قبل، لانه بيحصل ما يسمى بشفت يعني ازاحه للظاهره بدل ما بتنزل في المسلمات. والجمله اللي كنا بنقولها في طقس القاهره حار صيفا ممطر شتاء، خلاص ماشي خلاص احنا في صيفا ممطر صيفا اهو شلنا ممطر صيفا اه ممطر صيفا خلاص. ما هو بالفعل انت حار جاف صيفا ده في ممطر شتاء، دي كانت مدرسه في الجغرافيا زمان، دلوقتي واضح ان احنا الامر تغير الجمله دي خلاص ما عادش في، فبقينا في الصيف وبنصاب بهذا الجو المتغير والجو الصعب. مش كده لابد من ان احنا مصر حطت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وقالت انه لابد يبقى في اجراءات للتكيف والتخفيف. صحيح. التكيف ازاي ان احنا نتكيف مع هذه الامور. عاوز اقول ان بس مش العاصفة تأثر على الناس، تأثر على المزارع وتأثر طبعا على الانتاج الغذائي وتأثر على الاكل وتأثر على المحاصيل، وبالتالي ممكن نجد ضرب او يعني نقص في المحاصيل اللي موجودة نتيجة عاصفة واحدة. صحيح. واستكمالا لكلام حضرتك، مش فكرة بس استراتيجية وضعت ويعني دونت بحبر على ورق، لكن نفذت أيضا على الأرض، وشفنا ده من خلال غرفة الإنذار المبكر اللي كانت البداية الفعلية والرائعة ليها في بداية 2020 تحديدا، حينما ضرب البلاد طقس غير مستقر، وزي شفنا غرفة يعني التعامل مع الأزمة كانت قادرة على التعامل، وكمان أيضا التنبؤ والتوقع واستغلال عدد كبير جدا من المساحات الخاصة بالأراضي اللي تم زراعتها تفاديا لما يحدث من أضرار زراعية. ده اللي شفنا الصوب الزراعية الجديدة اللي في بعض المناطق اللي هي ما فيهاش مثل هذه التداعيات، ابتدينا نعمل هذا عشان برضو تجنبا لمثل هذه التداعيات يعني، وإن احنا نلاقي يعني الحقيقة الدولة قايمة بمجهود كبير جدا في هذا الملف، وخاصة يعني ملف تغير المناخ، من الطاقة الجديدة والمتجددة للنقل المستدام زي ما حضرتك قلت يا دكتور، الدولة المصرية قايمة بواجبها وشايفين خطوات حقيقية وملموسة، لكن ده لا ينفي ان كل واحد فينا عليه عامل كبير جدا وليه دور ولازم يتحمل مسؤوليته. وخلاص بقينا بنشوف بالفعل، ودايما ما بنسمع مصطلح او جمله ان الطبيعه بدات ان تكشر عن انيابها. خلاص يعني اللي عملناه على مدار ملايين السنين اللي فاتت بقينا بنجني حصاده وثماره دلوقتي. بالزبط. فكل واحد فينا عليه دور. لما بنتكلم انه نقطه الميه اللي بتنزل من الحنفيه ليها اثر طبعا، ده بجد موجود. لما بنقول انه المخلفات والبلاستيك بجد اثاره فعلا موجوده دلوقتي، وكلنا بنعاني منها، واثار حتى ما نقدرش غير ان احنا نتعامل معاها، ما نقدرش نمنعها. بالظبط. فانا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور عبد المسيح سمعان، الاستاذ بكليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس. نورتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك يا دكتور. شكرا يا فندم. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل سريع، لكن فقرات صباح الخير يا مصر متواصله مع حضراتكم حتى العاشره صباحا، انتظرونا. بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. منتخب مصر خسر امام المنتخب التونسي بنتيجه 3-1 في المباراه اللي جمعت المنتخبين وديا على ملعب الدفاع الجوي ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطوله كاس الامم الافريقيه. والفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد ظهر في مران الفريق اللي أقيم امبارح على ملعب التتش، واللي كان قبل السفر للسعودية لخوض بطولة السوبر الإفريقي للمرة الأولى، واحتفلت لاعيبة الأهلي بموديست بعد الانتقال للفريق. كمان بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وصلت فندق الإقامة بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وده لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري. وفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اتعادل مع بلدية المحلة بنتيجة 2-2 في المباراة الودية اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب أو على استاد الإسماعيلية، وده استعدادا للموسم الجديد. والبعثة المصرية احتلت المركز الثاني في الترتيب العام بمنافسات البطولة العربية للناشئين والناشئات لألعاب القوى، واللي أقيمت في عمان، وحققت كمان بعثة مصر 20 ميدالية متنوعة. منتخب كوريا الجنوبية حسم مواجهة نظيره المنتخب السعودي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت بين المنتخبين على ملعب سانت جيمس بارك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس آسيا 2023.
منتخب إسبانيا فاز على منتخب قبرص بنتيجة 6-0 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب لوس كامرينيس ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدور المجموعات في التصفيات المؤهلة ليورو 2024. كمان منتخب الأرجنتين واصل نتائجه الجيدة بعد ما حقق الفوز على منتخب بوليفيا بنتيجة 3-0 في المواجهة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية والمؤهلة لكأس العالم 2026. منتخب إنجلترا فاز على منتخب اسكتلندا بنتيجة 3-1 في مواجهة ودية بمناسبة مرور 150 سنة على أول لقاء جمعهم. كمان منتخب ألمانيا حقق الفوز على منتخب فرنسا بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعت المنتخبين في إطار الاستعداد لبطولة أمم أوروبا يورو 2024. منتخب الجزائر نجح في الفوز على مضيفه السنغال بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح قبل انتهاء التوقف الدولي الجاري استعدادا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 واللي هتقام في كوت ديفوار. منتخب الكاميرون حسم تأهله إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية وده بعد ما تغلبه على منتخب بروندي بنتيجة 3-0 خلال فعاليات اللقاء اللي أقيم امبارح ضمن منافسات الجولة المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكان 2024. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع أحمد وجمانة. شكرا لك يا لميا. وفي الحقيقة لسه متواصلين في أخبار الرياضة لأن امبارح كان في أداء في حياة الأمر هو أداء غير مرضي لجمهور منتخب مصر للجمهور المصري تحديدا بعد خسارة المنتخب امبارح أمام منتخب تونس في لقاء ودي بنتيجة هي 3-1 ودي يمكن بتعبر أو بتعتبر الخسارة الأولى للمنتخب في عهد روي فيتوري. صحيح احمد, خلينا نتكلم عن المنتخب وماتش تونس, كمان هنتكلم عن سفر باعثه الاهلي الى السعوديه للقاء اتحاد العاصمه الجزائري في السوبر الافريقي. كل التفاصيل دي هنعرفها من ضيفنا نورنا في الاستوديو محمد مهدي الناقد الرياضي. صباح الخير عليكم نورنا. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا محمد. طيب يعني خلينا نعرف منك انت كده رؤيتك الفنيه, مش هنقول يعني الصوره وكانت واضحه امبارح, آراء الناس على مواقع التواصل الاجتماعي واضحة, جمهور الكرة المصرية ونحن بنتكلم عن المنتخب تحديدا بيكون حماسي جدا وبيكون شوية يعني منتمي ومتحمس قوي للمنتخب وطبعا الوطني. بس حابة أعرف من رأيك أنت بقى والخبرة بما أنها موجودة معنا رؤيتك للمباراة امبارح. بص, هي البداية مش يعتبر مش من ماتش تونس, ده كان نتيجة طبيعية للي حصل خلال المعسكر, عدم تركيز يعني غير واضح من كل اللاعبين محليين ومحترفين, عدم تركيز من الجهاز الفني ذات نفسه, حتى المحترفين جايين يعني بلغه الكره بيتدلعوا يعني. والمشكله اللي كانت قبل المعسكر لعيبه النادي الاهلي هيتم استبعادهم ولا هيفضلوا في المعسكر, فبالتالي ده اللي اثر على انه حتى ماتش مصر واثيوبيا رغم ان المنتخب فاز بهدف نظيف ولكن المستوى ما كانش على الاداء المأمول يعني اللي كان معتاد على المنتخب خلال المباريات الاخيره مع فيتوريا. فواضح ان المعسكر كله كان فيه بعض المشكلات, انه كله مش مركز وانه كله اعتبر ان هو يعني ماتش اثيوبيا خلاص كان تحصيل حاصل, مصر تأهلت, ماتش تونس ماتش ودي تحصيل حاصل, فبالتالي ان احنا دخلنا في قصه انه لا ده خلاص ده معسكر يعني بالحب, فبالتالي صحيح. اللي عايز يجي المعسكر يجي, اللي مش عايز يجي ما يجيش, اللي عايز يجي يلعب ماتش ويرجع الناديه يرجع, محمد صلاح يجي ما يلعبش اول مباراه ويلعب تاني مباراه. ده كل اللي حصل ده ادى للنتيجه امبارح ان احنا بنخسر من تونس 3-1. فيتوريا الغريب في الامر انه قبل المباراه كان كل التصريحات انه لا في اتفاق حصل بين النادي الاهلي وبين جهاز المنتخب على موافقه استبعاد لعيبه النادي الاهلي من مباراه تونس, ولكن واضح انه في تصريحاته بعد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه لا ان انا اجبرت على حاجات, لا ان انا طلب مني ان انا سايب لعيبه النادي الاهلي, ده ادى انطباع لبقيه اللاعبين انه خلاص ماتش تحصيل حاصل ماتش ودي فمش فارق قوي الاداء بيجرب لاعبين. ده كله ليه تبعات انه حتى حازم امام المشرف على المنتخب لما بيطلع بعد الماتش يقول اللي حصل في المعسكر ده مش هيحصل في المعسكرات اللي جايه, فبالتالي لا ان حصل فيه مشاكل كثيره جدا في خلال المعسكر ده, سوء تنظيم بشكل كبير جدا من كل النواحي بقى اداريه وفنيه, فالكل يتحمل مسؤوليته في يعني هذا الموضوع. مش مقتصر فقط على فكره ان لعيبه الاهلي هيبقوا هيشاركوا او مش هيشاركوا, يعني هو واضح انه في
مشكله كمان غير دي او اكبر من دي؟ لو واضح انه في مشاكل كده جدا اللي احنا دلوقتي بقينا بنحسبها اهلي وزمالك، فبالتالي انه الزمالك كان عنده ماتش نفس القصه من فتره وتم استبعاد لاعبيه من المنتخب، فالاهلي عنده ماتش الجمعه مع اتحاد العاصمه في السوبر الافريقي، قال لك انا من حق كمان اللعيبه بتاعتي ما تبقاش موجوده في المنتخب، رغم انه علي معلول لعب مع تونس امبارح بس تاو كان موجود مع منتخب جنوب افريقيا ما رجعش النادي الاهلي، وهيلتحقوا النهارده بالبعثه في السعوديه. يعني نقدر نقول فيتوريا بالامس دفع رحيل لعيبه الاهلي؟ دفع الثمن؟ مش دفع الثمن، لانه هو وضح في المؤتمر الصحفي انه من خلال تصريحاته انه لا اللي حصل ده هو ما كانش راضي عنه، انه كان في ضغوط عليه انه يعمل ده، فبالتالي بس كان الافضل ان فيتوريا ما يقولش ده بعد الخساره، كان قال لانه لو مصر كسبت في ماتش تونس امبارح ما كانش هيقول الكلام ده. صحيح، هو قال الكلام بناء على النتيجه وبناء على الاداء، لانه كان في انتقاد بشكل كبير جدا من الجمهور المصري يعني على السوشيال ميديا، فبالتالي كان بيبرر بقى الموقف انه لا انا يعني انا اجبرت على انه لعبت النادي الاهلي تمشي من المعسكر، ولكن في النهايه هي مش لعبت النادي الاهلي، هي منتخب مصر يعني عندك بدائل. هنا في مشكله ثانيه، مش فكره لعبت الاهلي مش منتخب مصر، مش دي قصه، هي قصه انه لعبت الزمالك لا احنا مش هنحضر المباراه، لعبت طب انا كمان الاهلي مش اللعيبه بتوعي مش هيحضروا المباراه، طب ما فيوتشر، طب ما بيراميدز، طب اي نادي تاني بالظبط. طب بالزبط. وبعدين يعني هنا بقى لازم يكون في قرار يبقى من جهه واحده من شخص موحد، هي ما تبقاش هل ده يصح خيسالك هي صح انه بقى هي لائحه وتطبق في كل منتخبات العالم، ولكن طيب اللائحه بتقول ايه؟ لا انه اللعيبه تبقى اصل ده الفتره بتاعت الماتشات دي ان اللعيبه من حق المنتخب. طيب مين القادر ان هو ما يتبعش بنود اللائحه؟ لانه كل شيء بيحصل بالمجاملات، يعني موضوع الزمالك لما حصل كان عنده ازمه في اللعيبه، فبالتالي انه حازم امام الاداره كلمته اداره الزمالك، فحازم مشرف على المنتخب فسمح لعيبه الزمالك ان هي تغادر المعسكر وما تبقاش موجوده مع المنتخب. لما حصل نفس القصه مع الاهلي بمثابه دستور لابد من احترامه، يعني دي الفكره. بص احنا يعني برضه هنرجع برضه للاساس بتاع القصه، انه هل الناس اللي مسؤوله عن منتخب مصر مركزين مع منتخب مصر ولا لا؟ هل هم مشغولين بمنتخب مصر ولا لا؟ سواء كاداره بقى اداره اتحاد الكوره او المشرفين على المنتخب او حتى الجهاز الفني نفسه. هل هم معنيين بان هم يعني المنتخب مصر رقم واحد، ولا في يعني ان الكفه تميل شويه وتعدل شويه؟ لا انا مش هزعل الزمالك فهسيب اللعيبه، مش هزعل الاهلي فهسيب لعيبته، مش هزعل صلاح فمش هلعبه الماتش الاولاني. طب عدم وجود محمد عبد المنعم فرق طبعا. انت شفت الدفاع منتخب مصر كان عامل ازاي؟ يعني حسام عبد المجيد يعني الشوط الاول انا شفت فيه فرص كتيره مهدره، يعني انت لو واهداف كتيره مهدره، انت لو كنت قدرت ان انت تتماسك كنت هتقدر ان انت على الاقل تتعادل. بعيدا عن مستوى محمد عبد المنعم، هو مستواه ثابت مع سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر، ولكن انا مش بتكلم في انه لعيبه النادي الاهلي هي اللي خرجت من الماتش او ما لعبتش الماتش فهي اللي اثرت على اداء المنتخب، لانه طبيعي انه ده منتخب مصر لا يتاثر بوجود لعيب الاهلي او عدم وجود لعيب النادي الاهلي. انت في النهايه يعني على راس القائمه محمد صلاح نجم يعني من المعدودين على مستوى العالم موجود معاك، ومصطفى محمد عامل شغل كويس جدا في الدوري الفرنسي، وعمر مرموش ولعيبه كتير جدا، زيزو والى اخره، فبالتالي انه وارد انك انت حتى في كاس الامم في تصفيات كاس العالم انه في اصابات مثلا لاي لعيب فما يبقاش مشارك، ولكن هي القصه في انه التفاصيل الاداريه اللي بتحصل قبل المعسكر او قبل الماتشات هي اللي بتؤثر بشكل كبير جدا على النتيجه وعلى الاداء بتاع اللاعبين، فبالتالي انت مش قادر تحكم ده اداريا، بمعنى انه اتحاد الكوره بعد عن المنتخب ملوش علاقه، بيروح بس يتصور في المعسكرات. حازم امام المشرف على المنتخب مشغول باكتر من حاجه في 3 4 انديه وتحليل ومشرف على المنتخب وعضو اتحاد والى اخره، فبالتالي مش مركز بنسبه 100% مع المنتخب. ده اللي بيؤدي الى الموضوع ده، الجهاز الفني بيمشي حاله، انا في النهايه باخد يعني راتبي الشهري بشكل منتظم وماشيه، كانت ماشيه معايا كويس الدنيا، لان انا كسبت يعني من ساعه ما جه فيتوريا هو بيكسب كل ماتشاته، ولكن ايه المنتخب القوي اللي منتخب مصر واجهه في الفتره اللي فاتت؟ ولا حاجه. انت اول ما اصطدمت بمنتخب قوي منتخب تونس ظهر مستواك بالشكل ده، خش بقى في كاس الامم هتلاقي بقى من المنتخب جيد يعني، ولكن مش من اقوى المنتخبات، وزي ما حضرتك قلت انه طبعا يعني القصه اللي احنا اتكلمنا فيها المتعلقه باللعيبه وهيروحوا او مش هيروحوا ده جانب، لكن في جوانب اخرى يعني ده مش السبب الاوحد ان احنا نشوف هذا المستوى. بس برضو في تساؤل تاني، يعني انا عندي في المنتخب واحد زي محمد صلاح، زي مصطفى محمد، زي عمر مرموش، اسامي كبيره جدا ومش محتاجين نتكلم عليهم تماما، بس هو ازاي الكره ما بتوصلهمش؟
يعني اساسا الكره بتوصلهمش اصلا، وعلى الجانب الاخر الجمهور بيهاجمهم انه بقى هو ده محمد صلاح، بقى هو ده مش عارف ايه. بصي منطقي انه لاعب بحجم محمد صلاح، يعني قبل حتى كاس عالم 2022 كنا بنشوف انه حتى الجمهور كله كان بينتقد ميسي مع منتخب الارجنتين، رونالدو مع البرتغال، فبالتالي انه نجم الفريق هو في يعني في الفوز بياخد كل التورته زي ما بيقول يعني، فبالتالي انه في الخساره هو اول واحد بيتهاجم. من الحب برضه بيقوز عايز طبيعي من الحب يعني. ومن عندك نجم في المنتخب طبعًا. فطبيعي اول سهام النقد بتروح لمحمد صلاح، ده امر طبيعي جدا يعني. ولكن محمد صلاح طبعا لعب مع ليفربول 5 ماتشات في الدوري، فراجع في المدرب ريحه في الماتش الاولاني بتاع اثيوبيا، خلاص هو يعني خارج التركيز تماما يعني، انت خلاص انت بتقول له ريح ماتش اثيوبيا ما لعبش، فلعب ماتش تونس، فهو مش مركز في المعسكر بشكل عام. فانا عشان كده بقول لحضرتك انه دي حاله عامه في المنتخب كله، لا المحترفين مركزين ولا المحليين مركزين ولا الجهاز الفني نفسه مركز في الاداء. طب يعني حتى لا نبكي على اللبن المسكوب، عندنا خطا عندنا خطا، اعترافات، وحازم امام نفسه اعترف ان في اخطاء حدثت، وكلنا مسلمين كده او في مسلمات، في خطا حصل وخلل حصل خلال الفتره القادمه. ايه اللي جاي؟ ازاي اقدر ان انا اظبط الاداء علشان الفتره المقبله؟ طيب في المعسكر اللي جاي لو بيراميدز اعترض على لعيبته هتقدر تقول له ما تاخدش اللعيبه مساواه بالاهلي والزمالك؟ لا. لو عنده ارتباط هتقدر تقول له لا؟ دي هنسيب الاجابه مفتوحه بقى وقتها، هنشوف هنقدر نحدد هي وقتها مع هو على الاقل يعني بيراميدز وفوتشر هيلعبوا في دوري الابطال والكونفدراليه، فعنده ارتباطات. فبالتالي لو معسكر منتخب زي كده وقال لك سيب لعيبه زي ما سبت لعيبه الاهلي والزمالك هتقدر تقول له لا؟ مش هتقدر تقول له لا. طيب رقم واحد تطبيق اللائحه، فبالتالي انت طالما ما طبقتش اللائحه في البدايه فمش هتقدر تكمل بيها النهايه. ما احنا دلوقتي احنا بنحط ضوابط، احنا لابد اللي احنا خلاص نعترف احنا اخطانا خلال الفتره القادمه، وكان عندي المقبله الفائته ولا ايه، وكان عندي بعض القصور، لابد ان انا اعالج هذه القصور علشان خاطر اكمل في الفتره المقبله. بالظبط. فرقم واحد لابد من تطبيق اللائحه على الكل. بالظبط. يعني ده امر، فهنا مش عاوز ارجع لفكره اللي هو ايه، لا اصل حد هيجي يقول لي بيراميدز هيجي يقول لي اشمعنى لعيبه الاهلي، خلاص هو في لائحه بتطبق ولا مجامله لاحد فيها. رقم اثنين لا، انه الجهاز الفني يبقى مركز بشكل كبير جدا في الفنيات، ويبعد بقى عن موضوع الادارات. يعني الطبيعي انه المشرف على الكوره ده بيحل اي مشاكل حوالين المنتخب، بيهيئ له الجو المناسب لكره القدم، ده الطبيعي، وعنده بقى اداريين والى اخره وبيحلوا كل المشاكل دي. المحترفين هيرجعوا امتى، والمحليين هينضموا امتى، القصص دي، الماتشات الوديه مع مين، المواعيد الماتشات والى اخره. فبالتالي الجهاز الفني شغلتك الوحيده هي التركيز فنيا، اللي انت داخل على مرحله صعبه، عندك تصفيات كاس عالم، عندك كاس امم، وعندك 5-6 منتخبات تقال جدا موجودين معاك في كاس الامم، بتتكلم عن المغرب والجزائر والسنغال وتونس والى اخره، مستويات قويه جدا. فبالتالي انك انت ما تقدرش تخرج بره المجموعه دي، انت مطالب بالفوز بكاس الامم افريقيا اللي جايه، يعني لازم تبقى مركز بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه، لما تيجي تقع في مشكله عندك نقص او عندك غيابات، ما بتلاقيش البديل المناسب انه يسد احتياجاتك. محمد عبد المنعم ما كانش موجود، لازم صف اول وثاني وثالث لاي سبب من الاسباب. انت ما كانش عندك دفاع امبارح، يعني اخطاء كارثيه من حسام عبد المجيد، اخطاء كارثيه من علي جبر، اخطاء كارثيه من بيكهام، فبالتالي ما عندكش البديل للنجم بتاعك او للاساس بتاعك. باك ليفت ما عندكش، فتوح مصاب ومحمد حمدي مصاب، فبالتالي انه الحته الشمال دي فضت بالنسبه لك. صحيح. انت جبت بيكهام اللي ما بيلعبش اصلا باك ليفت، لعبته باك، وبعد 10 دقايق رجعته يمين. بالظبط، لعبته في الشمال الاول بعد كده رجعته بعد 10 دقايق لانه مش مكانه، لا ده مكانه ولا ده مكانه في النهايه. فانت ظلم. بالظبط. فانت بالتالي انت يعني الفتره اللي فاتت دي كلها، هل الدوري المصري لم يعني يفرز اي باك ليفت مثلا للمنتخب؟ كل الفرق ال 18 الموجودين في الدوري ما عندهمش لاعب يقدر يسد المكان ده، حتى على الاقل لو هو يعني بلغه الكوره انه لو انا باك ليفت اصلا ومستواي 60% احسن من حد 70% وما بيلعبش برجله الشمال مثلا. فبالتالي انت كجهاز فني لازم تعمل صف ثاني للمنتخب طبعا. لما يبقى عندك انه الحاجه الثانيه، انت بتعتمد برضو على الاسماء. حمدي فتحي كان في الفتره اللي فاتت متالق جدا مع النادي الاهلي قبل انتقاله لقطر، مستواه واضح انه يعني مستواه يعني في الحضيض، فبالتالي ما اقدرش انا اعتمد عليه، خلاص عندي بدائل، اشوف بدائل. عندي مشكله في ان الكره بتوصل من بس في 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 النهايه ان هي مباراه وديه، مباراه في الاخر هتكون في طي النسيان، لكن مباراه كاشفه، لابد ان احنا نكون امام وقفه حقيقيه امام انفسنا حتى نستطيع أن نقيم نفسنا في الوقت الحالي مستوانا إيه، وإيه اللي إحنا عاوزين نعدله في الفترة المقبلة. بنشكر حضرتك الأستاذ محمد مهدي الناقد الرياضي على وجودك معنا في صباح الخير. أنا بشكرك. شكرا لحضرتك.
مشاهدينا 9 صباحا وموعدنا مع موجز لاهم الانباء مع لمية حمدين. تفضلي يا لمية. شكرا لك جمانة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة الإنسانية التي خلفها آثار دانيال. وخلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، شدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تدخر جهدا في دعم الأشقاء الليبيين وتقديم جميع صور الإغاثة والمساندة بكافة السبل والوسائل، متقدما بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في الضحايا من الأشقاء في ليبيا. من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص تقدير ليبيا حكومة وشعبا للمساندة المصرية الصادقة، مثمنا في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة في دعم ليبيا في مواجهة أزمته غير المسبوقة. وتوجيهات أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الفوري للمتضررين. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. هذا ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماع بعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. كما أعلن الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى دولة ليبيا الشقيقة وفد عسكري مصري برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للتنسيق بشأن تقديم سبل كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقا لاحتياجاتها لمواجهة التداعيات المترتبة على الإعصار. يأتي ذلك فيما تؤكد القوات المسلحة على تسخير كافة إمكاناتها للوقوف مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة، وتتقدم أيضا بخالص التعازي في ضحايا الكارثة الإنسانية وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين. أكدت وزارة الخارجية متابعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين. وأعلنت الوزارة فتح خط ساخن للتواصل مع القنصلية المصرية في بني غازي، والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة والحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك في ظل انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق. كما أعربت الخارجية عن خالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ. أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى أن الأمم المتحدة لا ترغب في الضغط على روسيا، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بالقيم. وقال زيلنسكي إن العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا، منتقدا دول الاتحاد الأوروبي التي يزعم أنها تساعد روسيا للتحايل على العقوبات من أجل حل قضاياها الاقتصادية أو الطاقة الرخيصة. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم الكوري الشمالي صباح اليوم كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية، والتي تعد أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا. وتفقد بوتين وكيم منشآت لجمع وإطلاق صواريخ فضائية، وأكد بوتين أن تطوير العلاقات الثنائية وجميع القضايا المشتركة ستكون محل مباحثات موسكو وبيونغ يانغ. وألمح بوتين إلى إمكانية أن تساعد روسيا كوريا الشمالية على بناء أقمار صناعية، حيث أبدى زعيم كوريا الشمالية اهتمامه بتكنولوجيا الصواريخ. ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجدل الدائري حول العلاقات بين باريس والرباط بعدما امتنع المغرب عن قبول مساعدات عرضتها عليها فرنسا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة مراكش الأسبوع الماضي.
هذا وأعلن المغرب قبوله دعما من 4 دول وهي إسبانيا وبريطانيا وقطر والإمارات، لكنه لم يطلب المساعدة من فرنسا مما أثار العديد من التساؤلات. هذا وأعلنت باريس تقديم مساعدة بقيمة 5 ملايين يورو لمنظمات غير حكومية موجودة على الأرض في المغرب وتساهم في جهود الإغاثة. رياضيا، يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة لخوض مباراة هامة أمام شقيقه الجزائري في 7 مساء في نهائي بطولة إفريقيا، وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه على نظيره الكاميروني ب3 أشواط مقابل شوط واحد، فيما تأهل المنتخب الجزائري على حساب شقيقه الليبي بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ليتأهل مع منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم. مشاهدينا، انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. يعني ايه هزار؟ يعني مثلا لما باجي اندح على الواد ابني واقول له. نرحب بحضراتكم مرة تانية. طبعا متابعين ما حدث في ليبيا، تحديدا بلدات شرق ليبيا، من تداعيات فيضانات والعاصفة دانيال، وتكلمنا كمان مع حضراتكم في بداية البرنامج عن الدعم المصري للأشقاء في ليبيا والمغرب وتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب. يمكن الحقيقة يا جمانة لكل متصفح في التاريخ يلاقي أن ده دور مصر التاريخي عبر السنين، لأن دايما مصر بتضع سلامة الأشقاء في الدول العربية على رأس الأولويات وعلى قمة الأولويات، وأن مصر دايما بتكون في الصفوف الأولى لمساعدة أشقائها في الكوارث والأزمات. خلونا نرحب بضيفنا اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ضيفنا العزيز في الاستوديو. صباح الخير يا سيادة اللواء. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا أستاذ جمانة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وأهلا وسهلا بكم. يعني سيادة اللواء، بالأمس شفنا توجيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة الأشقاء سواء كان في المغرب أو ليبيا، وسرعان ما ترجم هذا التوجيه بزيارة لوفد رفيع المستوى من القوات المسلحة لليبيا للتعرف والوقوف على المطالب التي هم في احتياج لها. شفت ده ازاي؟ أولا في البداية بقدم خالص التعازي للشعب العربي كله في مصابه الأليم. دولتين عربيتين أصيبوا بنكبات ظواهر طبيعية طبعا ونكبات طبيعية وكوارث أدت إلى يمكن خسارة قرابة 10,000 واحد حتى الآن من الشهداء في الدولتين. يعني ده دلالة على يعني الأزمة كبيرة أو الكارثة كبيرة، وبالتالي تتطلب اجراءات سريعه. نعم. عشان كده السيد القائد الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه التقى بقيادات القوات المسلحه المعنيه بهذا الصدد، وكلف في اطار مهمه، يعني كلفهم بمهمه واضحه وصريحه للقيام بهذا الدور والتعرف على مطالب الجهات المعنيه، وفي نفس الوقت تقديم وسرعه تقديم المساعدات للجانبين او للدولتين في إطار يعني التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية، في إطار الدور المصري المنوط به، في إطار النبل والشرف اللي تتمتع به للإدارة السياسية المصرية والقيادة السياسية والشعب المصري، النخوة العربية والقومية العربية اللي لازم تفرض وضعها. إذا كان احنا كنا بنساهم ونساعد ورابط الأخوة أيضا بالضبط، احنا كنا بنساهد وبنساعد ونساهم مع الآخرين الدول الثانيه ليست يعني لدينا علاقات جيده معها سياسيا، كنا بنحي السياسه جانبا ونقدم الدعم ليها. ده دلاله على ان مصر لا دائما ما تعلي العمل الانساني والقيمه الانسانيه وتضعه في مصاف او في بدايات التعاطي مع كل الازمات والنكبات. مصر تتمتع بخبرات في هذا المجال، فلازم تظهر هذه كانت الترجمه الحقيقيه، سرعه التلبيه زي ما سيادتك طرحت، ووصول وفد رفيع المستوى بقياده او برئاسه السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه بشخصه للتعرف على المطالب وعمل التنسيق. وهنا نبص على من اصطحبه السيد رئيس اركان حرب القوات المسلحه معه في 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 هذه الزياره الخاطفه. رئيس الهيئه الهندسيه، معلوم ان في طرق كثيره تقطعت وفي مشاكل كثيره في الموضوع ده، وبالتبعيه حجم المساعدات وحجم الاغاثه مش قادر يوصل للناس نتيجه قطع الطرق والمشاكل اللي ترتب عليها هذا الاعصار. دي مدينه درنا 45% منها اختفى. صحيح. فبالتالي الحادث جلل ويتطلب السرعه
ده على الفور السيد القائد الاعلى كلف قائد المنطقه الغربيه باتخاذ اجراءات عاجله للتعاطي مع الازمه واقرب احنا عندنا الحركه اما بريا لان القرب دوله ليبيا حدود جوار مباشر حدود مباشر وامن قومي مباشر وبالتبعيه وجوب التحرك السريع لان دون اول هذا الموضوع ممكن يؤثر بطريقه مباشره او غير مباشره على الامن القومي المصري والامن القومي العربي بالتبعيه فلازم نكون مدركين لهذا الخطر المحدق اللي ممكن ينتاب الدوله المصريه كلها وكان لازم نتحرك بسرعه جدا في هذا السياق ده الجزء اللي تعلق دي الترجمه ايضا ان كانت ترجمه للواقع العربي او للتضامن العربي ترجمه ايضا للخبرات المصريه ترجمه ايضا للسياسه الخارجيه المصريه ودورها ترجمه حقيقيه لمخرجات كوفيد 27 اللي وقف في مصر فده دلالة على ان يعني احنا شفنا سرعه الترجمه للواقع هنا اجريت التجارب او ظهرت الحقيقه من خلال الكارثه الطبيعيه دي والتعاطي معها لمتغيرات مناخيه واثارها ظهر وبدا كوارث او خسائر في الارواح بالالاف ده حاجه صعبه جدا صحيح. اضافه الى المليارات الدولارات اللي ايه بتضيع في سبيل مجابهه هذا الحدث الكبير فهنا انا شايف ان في ترجمه الحدث والالتزام به مهمه ثقه في قدرات القوات المسلحه وامكانياتها من القائد الاعلى للقوات المسلحه وبالتالي لما ومتاكد من سرعه رد الفعل والدليل حدث بالامس يعني بمجرد الانتهاء من الاجتماع كان الوفد طاير لليبيا ومعاه ثلاث طيارات يعني يحملوا العديد او الكميات الكبيره من المساعدات الطبيه والمساعدات الغذائيه و25 طقم انقاذ بمعداتهم وادواتهم وعربيه اغاثه وطياره لنقل الشهداء والمصابين ومجموعه من الهلال الاحمر يعني مجموعات عايز اقول فرق عمل متكامله طلعت وتحركت عشان تؤدي دورها المنوط بيها ولازالت العمليه مستمره وستستمر بعد التعرف على المطالب يعني معظم دول العالم قدمت دعم وقدمت لكن احنا اقرب وسرعه التلبيه عندنا احنا لان احنا اقرب ما يكون الموضوع في دارنا ودارنا مسافه قريبه من الحدود المصريه فكان لازم يكون عندنا سرعه رد الفعل السريعه واللي دي بتتميز بيها قدرات القوات المسلحه اللي ثقه السيد الرئيس كانت فيها لما كلفها المهمه مدرك تماما انها تاديها على اكمل وجه. صحيح. طيب يا فندم واحنا بنتكلم يعني زي ما حضرتك فنت المشهد الحقيقه بكل تفاصيله وفكره وصول وفد عسكري رفيع المستوى طبعا برئاسه الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه ووجود دعم لوجستي واغاثه حتى للمدنيين وجسر جوي واخلاء حتى للشهداء والمصابين يعني تحت كل هذه البنود اصلا في تفاصيل كمان الحقيقه كبيره قامت بها مصر تجاه الاشقاء. عايز اعرف من حضرتك يعني اثر هذه التحركات المصريه وكيف ينظر اليها لو هنتكلم حتى على المستوى الشعبي في البلاد التي تتاثر مثل هذه الكوارث ان كانت كوارث طبيعيه او اي ما كان نوع المشكله اللي بيقع فيها اي دوله عربيه بتساعدها مصر من باب طبعا النبل والاخوه. شوف حضرتك اولا هو مصر زي ما اتفقنا في البدايه انها فيها جزء من النبل ومن النخوه من القوميه وهي الدولة الرائد الدولة الأم ولازم تترجم هذا الكلام على أرض الواقع فالترجمة فيه المساهمة وسرعة رد الفعل اللي قدمتها مصر سواء امبارح بالأمس يعني أو على مدار تاريخها اللي كلنا نشهد بيه يعني كانت علاقات مقطوعة مع بعض الدول إقليمية وكبرى في المنطقة وفي نفس الوقت كان في قطع علاقات كامل وفي نفس الوقت كنت أول ما حدث زلزال عندها دفعنا لها المؤن والعتاد أنا عايز أكد أن دي سمة الشعب المصري مش هيعلمونا انسانيتنا انا يعني هاخد اللفظ اللي تلفظ بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوما ما مش هيعلمونا انسانيتنا احنا عارفين نعمل ازاي احنا بنتصرف ازاي احنا ادرى بحقوق الانسان من اي حد تاني احنا منكوين بنار يعني كثير من التحديات والتهديدات اللي كانت بتقابلنا على مدار تاريخنا فعارفين الازمات دي وعارفين الوقفه ازاي ودرجه تاثيرها انا لما تجيلي في الفرح انا مش عايزك في العزاء محتاجك في الظرف السيء صحيح. يعني دورك افيد واميز انا الوم عليك في كده انك ما جيتيش في العزاء عشان وأصدق. تاخد بخاطري اصدق فبالتالي هنا الترجمه كانت من مصر دايما تقوم بيها وده بعد الشعب المصري بيحسه ويستشعره وكده مدرك لقيمه العمل النبيل اللي قدمته دولته وبالعكس هو ممكن يساهم لو يعني طرحت فكره المبادره والمساعده للناس هتلاقي كثير من المصريين مستعدين للمشاركه بكل المقوت يعني ده في علاقات نسب وعلاقات صهر بيننا وبين ليبيا وفي علاقات جوار مباشر وعادات مشتركه وتقاليد مشتركه وبالمناسبه اثناء ما في احداث في سواء كانت في حرب اكتوبر او ما سبقها كان في يعني دعم غير مسبوق من ليبيا لجمهوريه مصر العربيه وفي نفس الوقت العكس
مصر دائما ابدا ما تقف الى جوار ليبيا في كثير من النكبات والازمات. لازلنا بنستضيف ونهتم بالشان الليبي بحكم انه امن قومي مباشر بالنسبه لنا. يعني لو حد اصيب بعوار داخل ليبيا هينعكس اثاره مباشره على مصر. وفي نفس الوقت ايضا المغرب عشان ما نحياش جانبا، المغرب ايضا نفس الكلام، ده امن اقليمي بالنسبه لنا. صحيح. فبالتالي في عرف السياسه يعني، فبالتالي لازم نكون مدركين تماما ان احنا متاثرين كجمهوريه مصر العربيه باي عوار يحدث في اي دوله من الدول دي، الدول العربيه. لما نكون متاثرين بدول غير عربيه وبندلي معاها وبنقدم لها الدعم والايد العون، فما بالك بقى من باب اولى الدول العربيه الاولى، ومن باب اولى كمان الدوله الجار المباشر اللي هي دوله ليبيا. أنا يمكن عجبني في هذا الأمر تحديدا فكرة إعادة إحياء لمصطلح ظهر في الستينيات وهو القومية العربية. القومية العربية هذه المرة تعود مرة أخرى، ولكن ليس بشعارا براقا بل بأفعال بتترجم على الأرض وعلى أرض الواقع. وفكرة المساعدات أيضا صاحبها أمر في غاية الأهمية وله دلالة هامة وكبيرة. يمكن عاوزين نعرفها من حضرتك، فكرة إعلان الدولة المصرية لحداد 3 أيام. أعتقد ده أمر مش سهل أن دولة تعلن حداد 3 أيام حزنا وألما على ضحايا أشقاء في الدول العربية. دي شراكة وتأكيد على نبل المسعى والهدف من الموضوع. احنا زي ممكن الاستاذ جمانة قالت، احنا مش عذرا يعني مش بنأدي اداء تمثيلي، احنا بنترجم حقيقه وواقع وبناكد على نجاح التجربه او بناكد على ان فعلا ان احنا دي دي دي, دي نقول ايه سمتنا وصبغه شعبنا اللي ممكن نطرحها للراي العام العالمي بكل حياديه وكل شرف. القوميه العربيه يا فندم منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يدرك تماما قيمه الامن القومي، مفهوم الامن ومفهوم الدوله، فانطلاقا من هذه الجزئيه وقوه الدوله الشامله، معرفه مفهوم الدوله وقواها وازاي اعزز منها واعلي من شانها، وتعرف على حجم التهديدات والتحديات اللي ممكن تقابلني وكيفيه التعاطي معاها لكي لا نصل مع مصاف الدوله الفاشله. لان احنا انقذنا الدوله، القوات المسلحه المصريه والقياده السياسيه الحاليه انقذت مصر من مغبه الانجراف والانهيار في يناير وما تلاه. فبالتالي احنا مستشعرين الخطر، احنا كنا ممكن نبقى زي دوله من الدول دي في مرحله معينه من عمر الوطن، عندنا الخبره دي وشفنا الالم اللي ممكن وممكن كنا نكتوي بيه. فبالتالي احنا مدركين لحجم الخطر، عشان كده كانت سرعه اللقاء الاجتماع. يعني انا القائد الاعلى للقوات المسلحه اجتمع مع قيادات القوات المسلحه واديهم مهمه، ده تكليف، ده مهمه. صحيح. انا بكلفكم بمهمه كذا، اولا تنسقوا وتشوفوا المطالب بتاعه الناس ايه، وفي المعلومات والاخبار اللي جايه لي بتقول ان الحادث جلل واللي انا شايفها وبطلع عليها، فبالتالي لازم يكون عندنا سرعه في رد الفعل. وانتم بتتميزوا كقوات مسلحه، قوات مسلحه مصريه بتتميز بالقدره والامكانيات وسرعه رد الفعل. يمكن ده كلماته المجازه اللي قالها اللي كانت اعلنت كمان ونشرت على وسائل الاعلام المختلفه، ده دلاله على ان اعلاء قيمه القوميه العربيه هنا المشهد ده بيترجمه. ما انا قلت بسيادتك التضامن العربي في البدايه في بيت او كلام، ده ترجمه حقيقيه لاربع عناصر من ضمنها التضامن العربي. فعلا احنا بنقول هذا الكلام. لو تلاحظ حضرتك منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي بدانا، لو تعرف القوى العربيه المشتركه في 23/3/2015 بدانا او في 6/3/2015 تحديدا، بقول على التاريخ لان ده كان القمه العربيه موجوده في القاهره وطرحت فكره القوى العربيه المشتركه. التدريبات المشتركة مع الدول العربية للتأكيد على أن الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري لا يتجزأ. فأنا موجود عندك وأنت موجود عندي عشان نعرف طبيعة التهديدات والتحديات إيه وإزاي نجيبها مع بعض. حتى في التدريب المشترك اللي بيجرى حاليا بتاع النجم الساطع، كم دولة عربية مشتركين، في دلالة واضحة على أن الأمن القومي العربي والقومية العربية مطلب. في العديد من التدريبات اللي بتتم بيننا وبين الدول العربية لإعلاء هذا الشأن، ومن ضمنها بالمناسبة بتبقى في مهام يعني في إطار الخطط المرصودة لدجنة الأهداف الحيوية ومكافحة الكوارث والأزمات، من ضمن مخططات التدريب اللي بتتم بيننا وبين بعض. فعندنا الآلية وعندنا السيناريوهات وبندرب عناصرنا على ذلك ومدركين تماما، لأن دي يعني حاجة خارج سياق، لو حاجة من صنع البشر قادرين عليها إن شاء الله، لكن من صنع الطبيعة ومن صنع الله سبحانه وتعالى فبيبقى في الموضوع محتاج إن احنا نحسن التدبير والتعامل، والموضوع بيبقى من عند ربنا سبحانه وتعالى. يلا بالله. طيب سيادة اللواء، كمان لو نظرنا بقى للصورة بشكل أكبر شوية، اتفضلي. المرحلة الراهنة فيها تحديات كتير. أيوة. كانت تحديات سياسية، تحديات اقتصادية في العالم أجمع. شايفين انه دلوقتي ابتدت حتى التكتلات تتفكك وبقى في تعددية اقطاب وبقى كل قطب وكل تكتل مشغول في نفسه اكتر،
وفي ظل كل هذه الظروف المحيطة شايفين أنه لا، مصر حاضرة وبقوة ولا تنشغل بنفسها فقط، بالعكس في كل المحافل الدولية حتى بدون وجود كوارث، في كل المحافل الدولية دائما مصر ما تتحدث بصوت الأمة العربية وتتحدث بصوت قارة أفريقيا. ولو هنتكلم تحديدا عما حدث في ليبيا والمغرب، شايفين وجود مصر بقوة، مش بس فكرة حتى المساعدات المتعلقة بإخلاء الشهداء والمصابين، لا بالعكس، في مساعدات غذائية ومساعدات طبية ومساعدات حتى معنوية، ان احنا موجودين وبنساعد. شايف حضرتك ازاي فكرة ان مصر تكون حاضرة في ظل يعني في ظل هذا الوقت تحديدا وهذه التحديات الراهنة اللي موجودة، مع التأكيد على فكرة عدم الانحياز تماما؟ كويس، احنا دي ثوابت السياسة الخارجية المصرية، اللي بيحصل ده ترجمة لثوابت السياسة الخارجية المصرية. احنا لا نتدخل في شأن احد، ولكن التدخل لو حدث يبقى ايجابي، وده اللي بيحصل النهارده، متدخل ايجابي لذمه يعني التعاطي مع الازمه اللي موجوده في ايجابي وبناء على مؤسسات الدول نفسها. ايوه، واعتمادا على مؤسسات. انت امبارح شفنا سياده الفريق بيلتقي المشير حفتر، صحيح، وشفنا محمد النيفي بيتحدث مع السيد الرئيس. ما انا بقول لسيادتك الترجمه الحقيقيه في شكر واشاده للدور المصري وسرعه الاستجابه وسرعه رد الفعل والاداء الفعلي. انا بترجم واقع، انا مش اقوال. في حته لازم نعرفها، لو انت تعرفوا في بدايه تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر مصطلح مسافه السكه. صحيح، ما هي دي مسافه السكه. انت انا مجرد ما حدث الحدث حصل انا كنت عندك. دي ثوابت السياسه الخارجيه المصريه يا فندم، اللي اترجمت بصوره حقيقيه امام العالم كله. دي احنا دورنا المساعده. احنا خدنا على كاهلنا مكافحه الارهاب، يعني احنا كمصر خدنا على كاهلنا مكافحه الارهاب امام العالم كله، نيابه عن العالم كله، وكانت النتيجه الحمد لله الارهاب بقى تاريخ. سينا. الارهاب بقى تاريخ. صحيح، يمكن السيد الرئيس تلفظ بهذا اللفظ في كلها الحربيه منذ اسبوعين تقريبا لما التقى الجهاز الاداري، يعني الدارسين بتوع الجهاز الاداري بالاضافه الى طلبه كلها الحربيه. وقال هذا الكلام وكان امام الراي العام كله. فعلا الارهاب بقى تاريخ، والترجمه الحقيقيه مسارات التنميه اللي بتتم. يمكن بالامس كان في اجتماع للسيد رئيس الوزراء مع في اطار تنميه شمال سيناء تحديدا مع محافظ شمال سيناء الحالي والسابق ومجموعه من العناصر اللي تاكد على هذا الكلام. انا عايز اقول بس في النهايه ان دي سياسه الدوله، واللي بيحصل ده ترجمه حقيقيه للدوله دي بتاديه، وواقع احنا عايشينه. وده اللي لو بصينا كده نلاقي احنا لا ننحاز لاحد في اطار تكتلي، لا بالعكس، احنا شغالين في اطار العلاقات المتوازنه والشراكات الاستراتيجيه. لو بصينا على الخمس دول اللي هي العناصر الرئيسيه في العالم كله اللي هم الاعضاء اصحاب حق الفيتو، هنلاقي الولايات المتحده الامريكيه عاملين معاها شراكه استراتيجيه، فرنسا عاملين معاها شراكه استراتيجيه، روسيا عاملين معاها شراكه استراتيجيه، الصين عاملين معاها شراكه استراتيجيه، انجلترا عاملين معاها وبريطانيا عاملين معاها علاقات متوازنه. فبالتالي انا مش خسران حد، انا شغال على الحياد. صحيح، بالتالي ومش منحاز لاي حد على حساب حد. صحيح، بل بالعكس انا بشتغل في اطار اللي يعلي، وبرضه في ترجمه ايضا للقرار السياسي الحر. صحيح، انا ده انا قرار السياسي الحر ما حدش يفترض عليا حاجه. انا لما بشتغل من منطلق ان انا امتلك قدرات وامتلك امكانيات وليه قدره على التعاطي مع الازمات والتحديات. القوه اللي احنا كمان بنيناها بايدينا، لان احنا كنا في وقت من الاوقات لا، ما كانش عندنا اللي يقدر ان احنا نخلينا نمتلك قرارنا، فاحنا اشتغلنا على ده اساسا في الاساس. انا عندي اربع عناصر دبلوماسيه. كل الدول عندها عنصر واحد، دبلوماسية الرئاسة من خلال تحركات السيد الرئيس بيجريها بنفسه. صحيح، بالعكس ده حتى لو دخل دولة من الدول بيلتقي بيقف مع رجال الأعمال عشان حجم الاستثمارات اللي ممكن نجذبها داخل الدولة المصرية. صحيح، ويستعرض فرص العمل أو فرص الاستثمارات اللي موجودة في مصر مع رجال الأعمال عشان يبقى في فرصة للجذب. دبلوماسية الرئاسة الأولانية، الدبلوماسية الثانية دبلوماسية الحكومة بتاعت الوزير سامح شكري ولذلك موجودة وده دور وكلنا عارفينه. الدبلوماسية الشعبية الثالثة اللي من مجلس النواب والعناصر النيابية داخل الدولة اللي بينقلوا ثقافة الشعب المصري ومطالبه للثقافات الثانية، وبيحصل حالة من الحراك بين الدول العربية ما بين البرلمان العربي البرلمان الأوروبي البرلمانات المختلفة اللي بيلتقيها البرلمان المصري. ودي هنا دبلوماسية الايه؟ الدبلوماسية الشعبية متمثلة في هذه العناصر، إضافة بعض المنظمات المجتمع المدني اللي ممكن تخش معاها في هذا الاتجاه أو يبقى مكتملة الأركان في هذا الاتجاه. آخر دبلوماسية دبلوماسية المعلومات اللي من خلال جهاز المخابرات العامه او الامن القومي او مجلس الامن القومي برئاسه اللواء عباس كامل
فهنا مجموعه من العناصر اللي ممكن تديني حجم معلومات كامل وتنظم العلاقه وتعمل توازنات في العلاقه وتعمل حياد في الاتجاه وتعمل كثير من الامور اللي من شانها يعني اعلاء قيمه ووزن مصر. ودي تحركات اعتقد انها فلسفه جديده الدوله المصريه سعت اليها وبتحرك فيها في اطار بناء الزعامه للدوله المصريه والحرص على تاكيدها في محيطنا الاقليمي من جهه وعلى المستوى العربي من جهه وعلى المستوى الافريقي من جهه. احنا في كثير من الاحيان كنا صوت افريقيا في المنتديات والمجالس والمحافل الدوليه. احنا كنا صوت افريقيا في 16 17 في مجلس الامن وما زلنا يعني اقصد لا انا اقصد يعني. انت خارجه من معترك ثورتين صحيح وموسومه بالارهاب وموسومه بالارهاب وتابع لخطابات السيد. فلما تخرجي للمجتمع الدولي والمجتمع الدولي يديكي 179 صوت من 193 صوت عشان تخشي مجلس الامن في ظل الظروف دي لا انت ليك قيمه وليك قدر كدوله صحيح. ودي ترجمه حقيقيه. ويمكن المتابع لخطابات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كبرى المحافل ويمكن اخرها مجموعه العشرين. دايما الرئيس ما يضع روشتة لعلاج الازمات في افريقيا اولا قبل الحديث عن مصر، وده اللي بياكد برضو البعد الخاص بالبعد او القوميه العربيه ويعني عوده مصر لافريقيا تحديدا وامن الاقليم. لكن النهارده احنا بنتكلم على دعم، هذا الدعم موجه للاشقاء سواء كان في ليبيا او المغرب، وبالامس القريب كان هناك دعم اخر للاشقاء في السودان. ازاي بتشوف حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد في ازمات الدول الشقيقه؟ يمكن انا في بدايه او في مستهل حديثي قلت لحضرتك وقلت للساده المشاهدين ان دايما انا لما تجيني في 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 في, في ازمه واشوفك واقف جنبي وتدعمني وتقدم لي لا غير ما تجيني في فرح مش مشكله. ده بالنسبه ده في العلاقات الانسانيه والشخصيه يعني حتى مش دول والشخصية. مش على مستوى دول فلما تبقى على مستوى الدول لما تحس بنكبه او تحس بازمه او تحس بمشكله عندك وتجد يد العون ممتده اليك من الدوله المصريه وبكل حب خد بالك بدون اي مصلحه ذاتيه يعني مش تصفيه حسابات يعني احنا بنقول لحضرتك المختلفين معاهم سياسيا بنقدم لهم الدعم في حاله ونحط 10 خطوط يا فندم في ظل ازمه اقتصاديه ايضا في ظل ازمه اقتصاديه مش مصريه ده عالميه وفي ظل ازمات متواليه من كثير من الازمات الصحيه زي النكبات بتاعت كورونا وما شابه وكل الناس عايشه ازاي ومعلوم حجم التضخم اللي بينتابي العالم كأزمة كبيرة جدا ولكن في ظل هذا الكلام وتقدم دعم وتصر على تقديم الدعم وتصر على انك انت تنفذ الدور الواجب عليك وتصر على انك تعلي انسانيتك في هذا المشهد وتظهر وتبدي انسانيتك دون يعني نقول طرف تراجع. المباهاة او الافتخار صحيح. لا ده في اطار انسانية بما يدلل على نبل الاخلاق ومسؤولية انسانية صدق المسعى اللي يستهدف الوصول الى حقائق او يؤكد على روابط وعلاقات تاريخيه تربط بين جمهوريه مصر العربيه وبين هذه الدول دول العالم كلها. مصر اقدم دوله في التاريخ وده دورها صحيح بالتاكيد. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء عادل العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكريه. بنؤكد دايما على اهميه التكاتف العربي وزي ما كنا بنتكلم فكره صدق المسعى المصري لم نكتفي فقط باعلان الحداد ثلاثه ايام على مصابي البلدين الشقيقين المغرب وليبيا، لم نكتفي فقط بالمواساه لكن بالفعل كنا موجودين على ارض الواقع بنؤازر اخواننا في المغرب وفي ليبيا وبكل قلوبنا اللي بتدعي لهم وبتدعي لاهالي الضحايا وبتدعي للمصابين ايضا بالشفاء العاجل. ده دور مصر اللي دايما هي بتؤكد عليه وموجوده فيه بكل صدق وبكل حب وبكل نبل صحيح. ويمكن زي ده المشهد اللي احنا دايما معتادين عليه من مصر. على اي حال مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقراتنا. مرحب بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في فقرة من الفقرات الهامة جدا وهي فكرة الاستثمار البيئي، لأن يمكن عارفين أن الحديث في هذه الأيام تحديدا يتجه نحو البيئة والتغيرات المناخية، عشان كده امبارح انطلقت النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر واللي بيعتبر خطوة هامة جدا لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية وأيضا الاقتصاد الحيوي. صحيح يا أحمد، كمان هذا المنتدى شهد إطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية
الواعدة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن المنتدى وأهميته من دكتور مجدي علام الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك معنا. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير دكتور. عاوزين نعرف يعني إيه استثمار بيئي، يعني إيه أستثمر في البيئة؟ والله أنا بشكرك يعني فعلا، لأن احنا بنقول كلام البيئة كتير وما بنشرحوش، لكن الاستثمار البيئي هو الاستثمار الصديق للبيئة. نعم. ما في استثمار احنا كنا بنتكلم عليه بنوع اللون. يعني كنا نقول والله ده فيه يعني اللون الأسود واللون البني واللون صحيح. الأخضر، فكنا نطلق على المداخن الثقيلة بدخانها ده ان ده اللون الأسود، وبعدين الأقل مثلا زي مصانع السماد ومصانع الكيماويات نقول عليها البني، ثم يجي مثلا نوع أقل فيه الضرر نقول عليه اللون الأصفر. حتى وصلنا إلى الاقتصاد الأخضر. الاقتصاد الأخضر. نعم. فعشنا عصر الاقتصاد الأخضر وهو الاقتصاد صديق البيئة يعني ببساطة يعني. لكنه ليه ملامح. أول ملمح فيه إن مفيش حاجة اسمها فاقد. يعني أنت بتشتري مثلا طن قمح أو بتشتري طن ذرة، ما ينفعش إن أنت يقع منك ربع وأنت ماشي مثلا، هو أما تيجي تخش على المطحن تخسر ربع تاني. مفيش حاجة اسمها فقدان كذا، حتى لو وقعت دي بتدخل استغلها في صناعة أخرى، يعني تدخل لأعلاف دواجن، لأعلاف يعني كائنات الحيوانات الأخرى اللي بتحتاج هذا النوع. فإذا هو الأول حاجة في الاستثمار البيئي مفيش حاجة اسمها تترمي. يعني احنا عندنا يعني أقول لك مثلا تعبير بنقول أن القمامة كنز لا يفنى، يعني مش بنقول عليها حاجة، لأن الراجل بتاع يعني عزب الزبالين في مصر اللي ما دخلش كليات اكتشفهم قبل مننا. صحيح. ان هو يروح ياخد لو تشوف كده الزبال التقليدي بتاعنا يبقى بالليل كده قبل الفجر بيجي ياخد المخلفات ويروح لمنطقه اللي هي منطقه الفرز، يطلع الورق لوحده والزجاج لوحده والخشب لوحده، يوفر على مصر 70% من قيمه الاستيراد. يعني لو انا بشتري طن البلاستيك ده من بره اللي هو بودره البلاستيك اللي بيتعمل منها البلاستيك، يعني لو انا بشتريه من بره ب 7000 او 8000 جنيه، انا بشتريه بقى من الاخوه اللي بيعملوا اعاده التدوير ب 2000 جنيه وب 1800 جنيه. شايف الفرق قد ايه؟ لمجرد عملت حاجه اسمها اعاده التدوير. اعاده التدوير هو ده الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر ان انت ما ترميش حاجه، ما تقوليش ده ما فيش حاجه ملهاش فايده، لا، المسمار الصغير والحديدة الصغيرة والزجاجة الصغيرة والخشبة الصغيرة، في ولاد عباقرة بيعملوا منها لوحات. صحيح. في ولاد عباقرة يعمل لك باب البيت مجسمات. يعمل لك مجسم ويعمل باب البيت، ما تتخيلش ان الباب ده معمول من بقايا اخشاب وهو حط عليه جزء حديد وجزء كتير كذا وهدوم وحاجات كتير جدا. يعني الحقيقة في حتى الولاد في الفنون التطبيقية يعني عندهم خبرات في الحاجات دي بيعملوا شغل ممتاز منها. فاحنا بنتكلم في الاقتصاد الاخضر ان انت تبقى زيرو تلوث، بس ما تزودش حاجه ولا تاخد مني حاجه. بمعنى ان انا لو خلاص عندي 1.5 مليون فدان ارز مثلا، لو الناس تتذكر طبعا كان كل ده بيتحرق القش وتلاقي السحابه السوداء داخله على المدن. النهارده القش الرز بيعاد تدويره ويتكبس، ولما يتكبس دلوقتي فيه يعني كومبيتيشن ومنافسة عنيفة مين اللي يشتري الأول. صحيح. وبقى المكبس ده عادي يعمل لك طن أو النص طن بتاع القش ده ويتعمل يتكبس ويتشال على عربيات النقل يروح لمناطق في آخر الدنيا. بقى عندنا قش الرز وقصب السكر، شوف بقى مثال الاقتصاد الأخضر، قش الرز وقصب السكر مخلفاتهم بتجيب دخل زي المنتج الرئيسي، وهو ده كان بيتحرق يعني عشان ما ننساش كان بيتحرق وكان بيعمل سحابة سودة والناس يشتكوا والحق ده فيه تلوث وإلى آخره. هنا بقى ظهرت فكرة الاقتصاد التدويري الريسايكلينج، بقى في السيركولر ايكونومي. الاقتصاد التدويري ده انك ما ترميش حاجة خالص، ما تقولش دي اسمها زبالة، ده تقول عليها رو ماتيريال، تقول عليها مادة خام. كونك انت بقى مش عارف تعملها دي مشكلتك، لكن ما نسميهاش ابدا ان دي مخلفات او زبالة، ده اسمه مصدر من مصادر التمويل الاخضر بتاعك. اولا انت ما حرقتوش فحميت البيئة وخفضت التلوث، ثانيا انت ما رميتوش ودخلته في صناعة اخرى قد لا تصلح لصناعة الخبز او قد صحيح. لا تصلح لصناعة الزراعة،
لكن ممكن تخش في صناعه عمل خشب وعمل كذا وعمل صناديق. الله، طب واحنا مش كان عندنا المصنع في الدقهليه بيكبس بقايا التبن ويعمل الخشب الحبيبي؟ ما كانش كان في مصر دي كل الخشب الحبيبي كله طالع من قش الرز، بس احنا حبينا يعني نمشي تبع المودرنايزيشن، فجبنا بقى حاجات البلاستيك والحاجات الحديد والستيل والى اخره. لكن الراجل الفلاح البسيط كان بياخد يودي المصنع مخلفات قش الرز دي، طلع منها ترابيزه الطعام. الترابيزه دي كانت مكبوسه، عباره عن قش مكبوس وتتحمل الحمل بتاع دائره الطعام. فاحنا على فكره في مصر من اوائل الدول في العالم اللي عرفت نظام التدوير. والزبالين المصريين دول علموا العالم يعني ايه اقتصاد التدوير. شوف بقولها بثقه، سيدات المنازل احنا ما بنرميش حاجه تقريبا، متعودين ما نرميش حاجه، ثلاث ارباع الحاجه ما بنرميهاش. لا، وانتشرت صحيح. الثقافه دلوقتي بتلاقي الست عندها في البيت كيسين، يعني بيبقى فيه كيس اسود وكيس ازرق او كيس احمر. طبعا كيس الاحمر ده مرحله ثالثه اللي احنا عايزين نقول لهم، ودي فرصه برضو نقول من خلالكم انه اي حاجه ليها مخاطر زي مثلا ادويه عندك، كيماويات، اي نوع من حاجات اللي ليها مخاطر دي بتتعمل في كيس احمر. يقوم اخونا الزبال او الجامعه يجي ياخد الكيس الاحمر ده يجنبه على جنب، فبتاخده وزاره البيئه ما تعملوش تدوير، لا بناخده مباشره على المحارق اللي عاملاها وزاره البيئه، لانه ده ما ينفعش يخش تدوير. ليه بقى؟ ده فيه حاجات توكسيك وسيماويات وحاجات سموم وحاجات ادويه ضاره وحاجات تاثر على الكلى، ما ينفعش ترميها مع القمامه العاديه. فانا بارجو ست البيت ان حاجات الادويه دي لو سمحتي حطيها في كيس احمر لوحده مع اي حاجه فيها مخاطر صحيه، لانه بدا اخواننا يعني الزبالين وجميع القمامه يعرفوا ان الكيس الاحمر ده فيه خطر، فبيسلموه للشركات. في شركات في مصر دلوقتي، شركات اكتر من 20 شركه عندها خط للحاجات اللي ليها مخاطر بيئيه وصحيه، فبياخدوها في مسار يروح في الاخر على المحرقه. والمحرقه بتاخد حاجات رسوب، يعني مثلا عندنا في 15 مايو محرقه كبيره، وفي جزء تاني بيتعمل بالتبخير، وفي جزء تالت بيتعمل ايضا بالاشعاع. ففي عدة طرق للتخلص من المخلفات الصلبة دون أن تضر المواطن أو المواطنة، لكن لا تترك هذه المخلفات الخطرة تختلط مع مخلفات المنازل. ده خطر. فكرة الفصل دي مهمة جدا، لأنها حتى بتسهل عملية الفرز حتى وإعادة التدوير يا فندم. طب لو نظرنا لهذا المؤتمر الاستثماري، هو خطوة مهمة جدا، خلينا نقول ان هو ثمار ل كاب 27 كاب 27، ويمكن متابعه كمان لمخرجاته، لانه احنا خلينا نقول ان احنا دلوقتي بقينا مصر تعتبر دوله بكر ودوله قادره على استيعاب الكثير والعديد من المشروعات. لو هنتكلم مشروعات الخضراء، عندنا فرص كتير جدا مصر تقدر تستوعبها. لو هنبص للفرص الاستثماريه الخضراء تحديدا يا فندم في مصر، حضرتك شايف مدى استيعاب مصر ليها، مدى احتياج كمان مصر ليها، ومدى اهميه هذا المؤتمر في مثل هذا التوقيت تحديدا، واحنا داخلين كمان على كاب 28؟ هو اهميه هذا المؤتمر ان هو بينقل الخطوه كبيره جدا، لان كل كلامنا في البيئه كان كلام خبراء وعلماء وطب وصحه والى اخره، لكن هنا بنتكلم ازاي تبقى المخاطر يبقى اقتصاد ناجح للدولة. وبالتالي أنا سعدت جدا أن البنك الأهلي مثلا عمل تمويل لغاية دلوقتي بالتعاون مع وزارة البيئة، وزي ما أشارت الدكتورة ياسمين حتى في حديثها أنه في أكتر من 100 واحد متدربين على الإقراض الأخضر، وأنه في تمويل جه من البنوك المصرية معدي 1.8 مليار دولار، من البنوك المصريه معدي 1.8 مليار دولار، وان في دونرز وفي ناس جايين، وفي جزء كبير منح حصلت عليها مصر لتفعيل هذا الموضوع، بالاضافه الى برنامج القروض الذي سيستكمله عده بنوك، يعني من ضمنها البنك الرئيسي في مصر وهو البنك الاهلي، بنك حكومي عنده فروع دلوقتي حتى في القرى وفي المدن، بيقدر يدي هذا التمويل الاخضر للشاب المصري، يعني بيقول له انا عايز اجيب مثلا معده شريدر مثلا اللي هي بتقطع المخلفات، او مكبس، دي حاجات اساسيه بالنسبه للولاد عشان يعملوا منتج تاني،
او عايز يعمل فرن صغير او عايز يعمل تركيبه من مجموعه نظم يدخل معاها مواسير كهرباء ومواسير ميه والى اخره. في الحاله دي الدوله سندته ماليا، واللي اهم من ماليا بقى انه وزاره البيئه بتعمل الجزء الفني، يعني بتدرب الولاد دول ازاي يستخدموا هذه التكنولوجيات بحيث انه ما يخسرش، يعني ممكن يجيب اله ما يعرفش يشغلها تبوظ منه ويبقى فسد عليه راس ماله. الضمان كمان اللي صندوق حمايه البيئه حاطه انه بيدي زي نوع من الجارانتي او ضمان للمنحه او القرض اللي هو ده، غير اصلا بياخد. كمان المبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء والذكيه واللي يمكن كنا بنتكلم عنها حتى من امبارح او امبارح مش متذكره بالظبط، كنا بنتكلم عن تفاصيلها كمان، وهي بتدعم مشروعات متوسطه ومشروعات صغيره في هذا المجال كمان تحديدا. طبعا لا، وهو كمان يعني هو ربط الاقتصاد بالبيئه في حد ذاته خطوه كبيره في مصر، يعني خد الدول الثانيه خدت سنين يعني. صحيح. يعني ربط الاقتصاد بالبيئه دايما، البيئه كانت يعني سايد ايشو، يعني حاجه جانبيه كده، لانها بتقول له البيئه يروح يفتكر المدخنه ويفتكر المخلفات والى اخره، لكن نربط البيئه بانه حتى انبعاثاتها وهي بتقلل انبعاثاتها الملوثه للهواء بتخفض هذا التلوث في مدن مصر في حد ذاته انجاز صحي غير ان هو انجاز بيئي. لكن ان يكون عندنا انواع من الشباب اللي زي الفل متدربين على انه في الاخر نوصل لمرحله زيرو تلوث، هل مصر تقدر توصل لصفر تلوث؟ نعم تقدر توصل لصفر تلوث، حتى اذا كنا وصلنا 9 من 10 من انبعاثات، 9 من 10 اقل من 1 يعني، لكن افريقيا على بعضها اللي هي مسكينه يعني 4% انبعاثات مقابل طبعا 30 و40 و50 و60% اليابان والصين والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. لكن قدر الله سبحانه وتعالى ان قاره افريقيا دي اللي هم افتكروهم ان هم يعني رموا عليها الانبعاثات ستكون هي القاره اللي تعمل الميتيجيشن، اللي تعمل تخفيف ازمه المناخ، لان هي هتبقى القاره الوحيده هي وامريكا الجنوبيه اللي ما تلوثوش حجم صحيح. التلوث اللي حصل في شرق اسيا او في امريكا الشماليه او في الاتحاد الاوروبي. طيب. فمصر ستقود وتقود حاليا الاقتصاد الاخضر في سبيلها الى ان يكون هناك مناخ مستدام، بحيث ان احنا ما نزودش حمل المناخ زي ما احنا بنشوف دلوقتي المناخ عامل ايه، يعني ما هو بيعاقبنا برضه. وشفنا ده من خلال عدد من المحطات الرائده في الطاقه الجديده والمتجدده، بنبان وغيرها من محطات الريح للتخفيف عن البيئه في استخدام الوقود الاحفوري وغيرها من المصادر المختلفه التي تلوث البيئه. لكن ايضا يا دكتور ظهر مصطلح وهو الزراعه المستدامه، ازاي اقدر اعزز من هذا المؤتمر لتمويل والاستثمار في الزراعه المستدامه؟ هو اهم جزء فيه في الزراعه المستدامه من وجهه نظري يعني ماكينه الري. ماكينه الري دي هي مصدر وصول المياه للفلاح المصري. نعم. وهي في نفس الوقت حتى الان الطابع الغالب عليها انه بيجيب الوقود من اقرب محطه وقود وبيشغل بيه مكنه الري. فتشغيله مكنه الري بيعمل دخان في هذه المناطق. نعم. واحنا عندنا 10 مليون فدان، يعني احنا مش عندنا مساحه صغيره، ده احنا ما شاء الله يعني 10 مليون فدان، ده غير المساحات الجديده اللي داخله في 4 مليون فدان، فقريب ان شاء الله هنخش في ال 14 مليون. الجزء ده رغم بساطته الناس بصاله ببساطه، لكن مهم جدا في انه دلوقتي الشباب المصري وشباب الفلاحين بيصلح اللوحه بتاعه الطاقه الشمسيه ويصلح الموتور لما يعطل شويه، ما بقيناش نجيب فني من المدينه، بقى اولادنا اولاد المزارعين نفسهم هم بيتدربوا في مشروع الاستثمارات الزراعيه المستدامه التابع لوزير الزراعه. هذا المشروع بيدربهم الشباب دول على ان هو ازاي يتعامل مع التكنولوجيا دي من غير ما يحتاج لواحد يجي له من بره. يعني مثلا بنشتغل في مناطق صعبه جدا، بنشتغل مثلا في اخر أسوان يعني على حدودنا مع السودان مثلا. نعم. ومع ذلك الولاد دول عاملين قصص نجاح يعني غير عادية، مع فكرة مسجلها يعني منظمة الأغذية والزراعة الدولية، مش كلام بقوله يعني فخر، لا ده مسجل في وثائق يعني منظمة الفاو ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية،
انه نجاح مصر في تركيب 350 محطة طاقة شمسية في 30 قرية لا يوجد منها قرية في أي مدينة من العواصم، كلها في آخر الدنيا يعني في المناطق الصعبة. احنا بنشتغل في مصر في الزراعة على مناطق مثلا بنقول عليها دي منطقة جافة ودي منطقة شبه جافة ودي منطقة ساحلية ودي منطقة فيها وسط زي المنيا وبني سويف، لكن احنا النهاردة تقدر تقول ان مصر ماشية على الطريق. لو حياتك رحت في خليج السويس النهاردة وكلنا بنعدي على خليج السويس ونمشي مثلا رايحين بجوار البحر الأحمر، حجم الطواحين المراوح اللي بتولد الكهرباء من طاقة الرياح غير عادي. يعني لا أنا أشك إن في دولة في العالم ده غير طبعا محطة بنبان في أسوان الضخمة دي اللي هي تقريبا أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. فمصر الحقيقة عاملة اللي احنا بنقول عليه sustainable development أو التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور مجدي علام الأمين العام لاتحاد خبراء البيئة العرب، نورتنا في صباح الخير يا مصر. نشكر حضرتك طبعا على كل هذه الإيضاحات. شكرا ليك يا دكتور. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، كنا معاكم على مدار 3 ساعات متواصلة، وفي انتظاركم غدا في نفس الموعد من 7 صباحا وحتى 10. شكرا لك يا أحمد، وبنشكر حضراتكم طبعا على طيب المتابعة. صباح الخير على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.